السلام عليكم يا باشمهندسين، نرجعكم تاني بعد البريك البسيط ده ونبتدي نستنى في الشغل. جاهزين؟ كله تمام كده؟ الناس تمام؟ حد ليه سؤال في اي حاجه في اللي فات؟ باشمهندس هنا، ده باشمهندس محمد. تمام، اوكي ماشي. طيب نتوكل على الله ونكمل شغلنا. احنا كنا وصلنا قبل البريك للجزئيه بتاعتنا دي. طبعا عندك هنا بسرعه كده ممكن ناخد بقى ايه جزئيه السرير ده، نفرش الاوضه الثانيه كده بسرعه عشان نقفل الجزء بتاعنا والمطبخ عشان نبقى قفلنا شغلنا، وناخد الجزء ده كده اهو روتيت. تمام ماشي، ونقدر نكبر كده زوم شويه، ممكن السرير ده نكبره كده سنه، ممكن نضمه كده. اوكي ماشي، يعني مش قوي كده. تمام، ونقدر ناخد السرير ده. تقريبا ده التقسيمه اللي كان عاملها الباشمهندس ابو بكر. ادي السريرين، ممكن نسيب ما بينهم مسافة، وناخد الترابيزة برضو والمكتب. كنا حاطين الترابيزة اهي، نعمل لها برضو كده ايه دراج ودروب هنا كده. تمام، ونحطها برضو في النص ما بين الاتنين كده، ممكن نبعد عن الحيطة شوية وده ناخدها كده سنة. ماشي اوكي، وده يبقى في النص كده ما بينهم. نسقط ايه الترابيزه دي كده ما بينهم، وناخد مكتب برضو. المكتب ده ممكن ناخده، المكتب كده برضو نجيبه هنا، يعني كنوع من ايه من الفرش كده سريعا عشان نقفل ايه الجزئيه بتاعتنا دي كده اهو. ونحط المكتب مثلا هنا، وممكن يبقى دولاب ومكتب، يعني ممكن احط دولاب وممكن احط مكتب، ما عندناش مشكله. وناخد بقى الكرسي برضو ده كده اهو. اوكي ماشي، نفس الموضوع، ونعمل له روتيتنج كده اهو، وممكن نسقطه في النص كده شويه. ماشي، يبقى كده الأوضة التانية تقريبا فرشنا كل حاجة. تمام، عايزين ايه؟ الجزء الأبيض. باشمهندس أنا ده بتسأل على موضوع السرير ده، أنا ممكن أشيله، ممكن آخد الجزء اللي تحت ده كده سيلكتد أهو كده وأقول له كله ديليت، وأرد على نفسي خلاص هندسة أهو سيلكتد كده على طول. تمام، بسيطة جدا يعني، بس طبعا أعتقد السرير هيبقى شكله مش ظريف لأن الظهرية بتاعته مش هتبقى موجودة. يعني أنا لو شلت الجزء ده كده شايف ان هو ممكن يبقى فيه مشكله لو انا شلت الجزء ده. لو كده اوكي خلاص تمام ماشي، لان هو السرير ممكن يمشي كده، يعني انا ما عنديش مشكله في النقطه دي. لو انتم شايفين ان هو كده اوكي انا ما عنديش مشكله، ونحط له سجاده بعد كده او حاجه زي ما احنا عايزين، ونخلي السرير مثلا على الاخر كده ما فيش مشاكل. اوكي، نفس الموضوع ممكن نعمله هنا لو انتم شايفين ان ده افضل. كده ما عنديش مشاكل اهو، ديليت برضو نفس الموضوع، يعني انا ما عنديش مشكله في النقطه دي. انا كنت سايبه بس عشان بين حدود السرير فقط لا غير، لكن احنا ممكن نظبطه كده ما عندناش مشكله. لو انتم شايفين ده افضل انا ما عنديش مشاكل. اوكي تمام كده هندسه، نفس الموضوع ممكن نعمله هنا، نفس السرير ده كده برضه سيلكت على السجاده دي، نقول له ديليت. اوكي، ونبقى على السرير ده برضه نعمل له برضه سيلكتد كده لو الجزء ده افضل بالنسبه لنا. تمام كده هندسه، ونجيبها طبعا السرير لحد اخر الحيطه كده ماشي، والسرير ده برضه يبقى لاخر الحيطه كده عشان ما يبقاش فيه ايه جاب كبيره يعني. تمام، وادي الكومود في النص اهو. اوكي طيب، نيجي نشتغل فين بقى؟ هنا الدولاب ممكن نحط بقى هنا، طبعا عايزين تسريحه بس احنا مش لاقيينها، ما علينا خلاص. يبقى كده ظبطنا سريرين وظبطنا الدنيا على قد ما قدرنا. ممكن نكبر ده بقى ده كده شويه، السرير ده نعرضه كده سنه تمام عشان ياخد راحته شويه في الابعاد، ما يبقاش ايه كنز قوي كده. اوكي نفس الموضوع. طيب تعالى كده على المطبخ بسرعه، ما اعرفش طبعا الباشمهندس ابو بكر كان ظبط المطبخ ازاي. فعند الكيتشن فلور هبص كده على المطبخ بتاع الباشمهندس، هو عامله حرف ال كده مع الجزئيه دي، فانا ممكن اجي على الكيتشن وارسم هو حرف ال كده اهو، حاطط الحوض هنا في الكورنر تمام، مع البوتاجاز هنا، مع طبعا المطبخ والكلام ده كله. باشمهندس ابو بكر تمام بالمقاسات الستاندرد، جود برافو عليك يا هندسه. طبعا ده المطلوب، لازم نعمل الشغل كده مظبوط عشان نقدر في الاخر ننفذ، والعميل يحس في الاخر ان احنا نفذنا شغله صح، مش نقعد ندي العميل حاجه او نوريه حاجه وساعه الجد او ساعه التنفيذ يجي يلاقي حاجه ثانيه خالص. طبعا الموضوع ده خطر جدا وخطا جدا تمام، وده اللي بيعمل مشاكل كتيره جدا بين مهندس الديكور والمعماري. ان انت مهندس الديكور، سوري بقول العميل قصدي، مهندس الديكور بيجي يوري العميل حاجه، وساعه التنفيذ العميل بيلاقي حاجه ثانيه خالص. فالكلام ده يا ريت ناخد بالنا منه كويس. كلامك صح يا باشمهندس ابو بكر، لازم نراعي التفاصيل عندنا في الشغل بتاعنا عشان العميل في الاخر يلاقي النتيجه مظبوطه. طيب انا عايز اعمل هنا الجزئيه دي كده، فانا ممكن
اجي كده بمنتهى البساطه اعمل سيلكشن كده، اوكي اهو ده سيلكشن مثلا كده خلاص وليكن بالحجم ده كده. خد بالك انا عندي الابعاد باينه فوق اهي، الويتس والهايت. الهايت حوالي 54 وشويه، ممكن ازوده سنه تمام، او ممكن اظبطه ما عندي من المقاسات من هنا، كان ممكن اسيبهم فوق طول في عرض زي ما انا عايز ماشي، او ممكن ارسم ريكتانجل، يعني ممكن ارسم ريكتانجل، يعني ممكن اشيل ده كده خلاص كنترول دي. لو انت عايز بقى ترسم حاجه مظبوطه 100% فممكن اقول لك مثلا ايه كنترول كده، وارجع اقول لك مثلا هات لي ريكتانجل من هنا خلاص، وارسم الريكتانجل اللي انا عايزه ماشي طول في عرض مثلا كده، اقول لك والله انا عايز ريكتانجل كام مساحه اهو، اقول لك مثلا سي كام في كام اللي ايه بالسنتي، اوكي انا عايز اخلي اليونت سنتي اللي هو عامل بيكسل ايه، بس مش عايز بيكسل تمام. انا المفروض كنت ظابط الايه اليونتس بتاعتي، فاقول له كده ايه انا مش بالبيكسل انا شغال بالايه بالسنتيمتر، مش مديني للاسف فيكسد سايد، هقول لك مثلا ما اعرفش كام في كام بس انا المفروض اغير اليونتس بتاعتي من هنا، ما اعرفش ليه اليونتس هو مديهاني بالبكسل، انا مش عايز اشتغل بالبكسل تمام. المفروض ان انا ظابط له من الاول ان انا شغال بالسنتيمتر، اوكي اللي هو ممكن ازود شويه الهايت والكلام ده كله، ممكن ازود ما عنديش حاجه هنا بالسنتي ماشي ماشي، ما علينا مش مشكله، واقدر اقول له بقى بعد اذنك عايز ازود تاني عليه الجزء اللي انا هزوده ده تمام. اعتقد ان ممكن لو رسمته افضل ان انا ارسمه بسلكشن خلاص، ابتدي سلكشن كده مثلا سي، وابتدي اخد سلكشن كده تمام لحد بظبط ايدي زي ما انا عايز مثلا كده على 60 سم، بظبط كده بنزل لتحت كده حوالي 60 سم تقريبا، حاجه بسيطه قوي ماشي كده معقول، واقدر ازود عليه برده السبيس بتاعي من هنا من هنا كده، اخد الايه الجزئيه بتاعتي دي ماشي 60 سم برده للجزء ده كده، اعتقد انا هحتاج اكتر، ممكن نزود حاجه بسيطه قوي هنا كام حوالي 40 سم لحد العمود تمام، او حاجه و30 ماشي، وازود عليها مساحه لحد العمود كده مثلا حوالي ممكن اخد لحد اخر العمود ما عنديش مشكله، بس كبيره قوي 40 وهو 30 في 30 كمان، ممكن اخد الايه السبيس ده كده مثلا، يبقى ده المطبخ بتاعي تمام كده باشمهندسين، ده التحديد بتاعه من البلان. وهاجي هنا برضه اقول له اديني ايه ده الايه الكيتشن، ده المطبخ نفسه تمام، مش الكيتشن فلور بقى ده الكيتشن نفسه خلاص، واجي الكيتشن ده اديله برضه ماتيريال عندي، واقول له مثلا خد الماتيريال دي كده هنا في الباكت اهو، اقول له خد الماتيريال دي لازم يطلع ده فوق كده فوق الكيتشن فلور عفوا تمام، عشان يبان معايا ايه الخامه دي، واجي من هنا اقول له لا بعد اذنك انا عايز الخامه دي المفروض بتبقى جرانيت او رخام، اجي ادي له باترن هنا، واعتقد انا عندي جرانيت او ممكن بلاك ده خلاص، يبقى ده الجرانيت والرخام بتاعي اهو، اعتقد الموضوع لذيذ يعني، ممكن ادي له سكيل كده شويه يعني معقول كده، واقول لك كده ايه اوكي ده جرانيت او رخام بتاعك. طيب خلاص كده خلصنا دي، تعالى بقى حط لي ايه الفرش بتاع حضرتك خلاص، فرش الكيتشن بتاعك هتلاقي، نرجع بقى الكيتشن اللي هو او في البروجكت كان عندنا هنا كده، هتلاقي كل تقريبا فرش الكيتشن بتاعك، ادي الحوض وادي البوتاجاز تمام، عايز حوض بقى اللي هو حله واحده والكلام ده في الكورنر، فاعتقد في الكيتشن هنا هتلاقي فيه الحاجات اللي انت عايزها دي اللي هي الحله الواحده اللي ممكن تيجي في الكورنر بس، هي حاجه زي كده مثلا ممكن تخليها كده تمام اوكي، فانا ممكن احط الحله في المطبخ عندي، ثانيه واحده بس الجهاز بيجمع اهو، دي حله واحده ممكن تبقى في الكورنر كده لو انت حابب انك تظبطها بالسيستم ده ماشي، صغرها برده كده اوكي، وتعمل لها روتيت مثلا بالزاويه كده، وبعدين تسقطها هنا في الكورنر ده كده يا هندسه، لو انت حابب زي ما انت عاملها بالظبط عايز تكون ايه في الكورنر كده. طيب عندك البوتاجاز ممكن اصغرها برده كمان شويه، يعني برده خليها ايه ماشي كده معقول خلاص، طبعا ده توجب ان انت لازم الجزء ده برده يكون ايه في شطفه هنا، لو انت عامل الجزء ده لازم يكون هنا في شطفه للحوض ده كده باشمهندس اوكي، يعني المفروض انا اقطع هنا حته كده عشان تبقى واخده شطفه للحوض ده تمام، لكن انا مشيت على التصميم اللي انت عامله. طيب في عندي ايه تاني، خلاص خدنا الحوض، ممكن اخد الغساله دي تمام، انت عملت تقريبا غساله هنا برضه من حسابك فيها، فممكن ارمي له هنا غساله تمام، ده الحوض خلاص نقفله تمام، اخد الغساله دي في هنا هنا تاني دي خلاص، السجاده خلاص خدناها اوكي، ناخد بقى الغساله دي هنا برضه نرميها هنا كده في البلان بتاعنا
اوكي نصغرها كده، مش عارف طبعا انت حاططها مكانها فين. عايز برضو اسحب الغسالة دي كده لفوق، لفوق هنا كده عشان تبان عندي. ما اعرفش طبعا مش باين قوي في البلان انت حاططها فين، لكن احاول احطها تقريبا كده في اي مكان، يعني كنوع من الترتيب. اعتقد كنت انت حاططها هنا باين، معلش عفوا، اعتقد ذلك يعني على ما اذكر كنت انت حاططها هنا الغسالة. طبعا صغر حجمها كده شوية. طب ما هي طبعا الغسالة بتبقى ماشية على المساحة دي بالظبط يعني، خلاص ده الغسالة. ممكن تبقى في الكورنر هنا مثلا عادي مش مشكلة. في هنا كان بوتاجاز، ممكن نجيب بوتاجاز مثلا من هنا، تلاقي في بوتاجاز ده شكله شيك مش وحش، نحطه هنا مثلا كده. تمام، نقفل بقى الغسالة دي، ناخد البوتاجاز ده كده برضه نرميه هنا، ما عندناش مشكلة بفضل الله في التقسيمات بإذن الله. برضه نطلع البوتاجاز ده لفوق كده ونبتدي نصغر الحجم بتاعه. اوكي، ونعمل له روتيت كده ونظبطه على مكاننا، نصغره برضو كده ونقول البوتاجاز بتاعنا اهو ماشي تقريبا كده، نوسطنه كده بقدر الامكان اهو. تمام، ادي كده مثلا توزيعه من التوزيعات اللي احنا ممكن نعملها مثلا في المطبخ بتاعنا ده كده بسرعه او في عجاله عشان ايه الوقت بتاعنا. فكده المطبخ، ادي الحوض، ادي الغساله، الثلاجه طبعا حاططها هنا، الثلاجه ما عنديش حاجه، الثلاجه هنا. التلاجة، فرجدير، عايز فرجدير، مفيش فرجدير هنا ممكن نستخدمه. ايه دي؟ اعتقد دي فرجدير ولا ايه؟ ممكن نحتاج اي حاجة زي كده بديل للتلاجة نفسها، نشوف كده اي حاجة من دول. بسم الله، هي جايه صينيه بس يعني مش نافعه، بس لكن هي ممكن تكون مشابهه للثلاجه يعني. تمام، مش هنغلب في القصه دي، هتبقى شبه الثلاجه وخلاص، لان كده كده تبقى مش باينه من فوق، لان الثلاجه طبعا انت ما بتشوفش غير الطوب بتاعها. خلاص، نطلع بيها لفوق كده ولا حاجه ونصغرها كده. هي لدينا ايه، ها بنلم الموضوع كده بشكل ظريف، هي مش تبقى باينه قوي، شكلها ثلاجه وخلاص. تمام، اهي انتر وبارك الله في برزق، وشكلها جاي تلاجة وايه وماشية يعني. خلاص اوكي تمام كده مش مهندسين. طيب يبقى احنا كده ممكن الرخامة دي حلو كده ماشي، مش شغال شغال ماشي. يبقى احنا كده تقريبا في عجالة كده. طبعا انا ايه بسرع وقت عشان وقت، بس مش عايز اطول عليكم في الوقت لان لسه عندنا البوست برودكشن. اعتقد ان احنا كده تقريبا فرشنا البلان بتاعنا بشكل، اعتقد ان هو كويس مش وحش، الشكل العام بتاعه معقول. اوكي، فاضل لي اخر حاجه عايز اعملها، اخر حاجه بشوط التاتش والرتوش البسيطه اللي انا بعملها دي، ان انا لازم اديله حاجه لايف، حاجه يحس ان هو في مجسم في الموضوع ده. فانا باجي كده واحده واحده ابتدي اخد. تمام، اقفل كده بس كل الحاجات دي كلها كده. تعال مثلا نبدا من الحيطان عشان افهمك انا عايز اعمل ايه بالظبط. الوول كنا شغالين فيها، الوول فين؟ دبليو دبليو الوول، كنا عاملين الوول هنا دبليو اي صح؟ بسم الله، راحت فين؟ نعمل دبليو اي هنا كده اللي هي الحيطان اهو، الدبليو اي كلر للوول بتاعتنا اللي هي لون الحيطان. طبعا لون الحيطان كده ما بقاش طبعا لذيذ معانا، بنحتاج نديله اوبشن بسيط قوي، الا هو انا بديله زي ظل او بربيله كده، ايه ظل كده خلاص خارجي. فممكن مثلا اقول له مثلا ساي هات لي مثلا ساي اقول لك اوتر، مش هنقول جلو، هنقول مثلا ممكن اوتر جلو كده، نشوف الوهج الخارجي بتاعه. تمام، او اوتر شادو، فين الشادو هنا؟ انر واوتر، انا عايز الايه الانر شادو، لا انا عايز الاوتر شادو. تمام، جلو عايزين الشادو، دروب شادو، ايوه كده بالظبط دروب شادو. ان انا بديله كده دروب شادو، عندي بديله ظل. اوكي، الظل مثلا عايز بقى تديله جراي او بلاك، برضه نفس الموضوع براحتك، بس هو طبعا يفضل يكون جراي. ممكن تديله زاويه ميل، يعني خد بالك انا بعمل كده في دروب شادو اهو، ده الظل يعني، ما في كده دروب شادو اهو مش موجود. لما اقول دروب شادو كده بتبتدي يديني الظل او الاحساس بالايه بالظل ده. تمام، طبعا ممكن اقول لك مثلا خليه نورمال عادي خالص، مش لازم يكون كده، وتبتدي اظبط الزاويه بتاعته. غالبا بيبقى معظم اللي متعرف عليه بيبقى زاويه 45 درجه. تمام، شغلنا احنا كمعماريين غالبا او متعرف عليه. طبعا انت حر تغير اتجاه الظل زي ما انت عايز، اقدر اقلله وازوده درجه الظل بتاعته خلاص والانتشار بتاعه، بتحكم فيه كده من خلال مجموعه التولز دي كده. خلاص،
السايز بتاعه ممكن اقلله سنه كده شويه عشان يبان بوضوح اكتر، بقلل السايز بتاعه. ممكن سبريد انتشاره ازوده كده زي ما انا عايز، بحيث انه يبان معايا بالشكل ده كده. تمام. الديستانس بتاعه، البعد بتاعه، بقلل ليه البعد بتاعه او انتشاره او بعده عن الحيطه. تمام. طبعا انت بتشوف بالنسبه لك بقى من بعيد كده، انت بتشوف الانسب ليك في الجزئيه دي. يعني باجي كده مثلا اقول لك ايه كنترول كده واشوف، بس مثلا بتحس بقى تدي يديك احساس ايه، شايف كده ان انت في ظل او مجسم للايه الفرش. تمام. هنا بيديك احساس اهو في النقطه دي. الدروب شادو اللي انا عملته ده في الحيطه بيتطبق على الكل. تمام. على كل الفرش بتاع كل البلوكات اللي انت عاملها دي كلها، خلاص بدي اديها نفس الدروب شادو ده. تمام. ازاي بقى الكلام ده؟ تعالى مثلا على الدولاب زي ده كده. خلاص انا عملت الحيطه، ماشي. فين الحيطه؟ الدبليو اي دي كانت فين؟ اللي هي الوول، في الجروب ده الوول فين؟ اهي. باخد الدروب شادو ده كده خلاص، وابتدي اسقطه على اي حاجه ثانيه. ده مثلا الدولاب ده اسمه ايه؟ لير 12، ماشي. اخد الدروب شادو ده كده خلاص. تمام. وابتدي اسحبه دراج ودروب، احطه فين؟ على اللير 12 ده. فتلاقي الدولاب خد نفس معاك ايه؟ ها شايف كده؟ نفس الايه الظل بتاع الايه الحيطه، شايفه كده اهو، عشان يديك احساس بالواقعيه اللي انت عايز تعملها. نفس الموضوع في المكتب. تعال المكتب ده كده اللي هو برده 12 ده كده كوبي، اخد برده الدروب ده كده خلاص واسحبه ايه وارميه فين؟ في نفس المكتب ده، هيديك نفس الاحساس المكتب اهو زي ما انت شايف كده. الكرسي نفس الموضوع. تمام. ما عنديش مشكله. فين الكرسي؟ مكانه فين؟ ده تحت خالص اهو، ممكن اطلعه هنا تحت كده شويه. تمام كده يا باشمهندسين، نفس الدروب شادو اللي انت خدته بعد اذنك ايه تبتدي تشتغل بيه على بقيه الايه اللايرز بتاعت حضرتك. يبقى كده الكرسي خد نفس الظل اهو بالظبط. تمام. فهمنا كده يا باشمهندسين ولا انا عيد تاني في اللي انا بقوله ده يا باشمهندسين؟ فلازم الحاجات دي كلها تبتدي تطبق عليها. نفس القصه في الجزئيه دي كده، اخد برده الدروب شادو وارميه هنا برده عليه كده دراج ودروب اهو، هديك نفس احساس المكتب ونفس الكرسي بالظبط. تمام. بدي له حاجه من الواقعيه اللي عندنا كده اهو، طلع برده كده هنا فوق، ماشي. وادي له برده دروب شادو عشان احسسك انني في الى حد ما في واقعيه في الشغل بتاعك. نفس الموضوع في السرير برده، اخد الدروب شادو بتاعه. تمام. البيد، واخد الدروب شادو كده ارميه هنا عليه خلاص. هتلاقي السرير برده بدا ياخد اهو، شايف كده الظل بتاع السرير على الارض، هتلاقي الدنيا بدات تظبط معاك. تمام. هتلاقي دي خلاص السراير بدات تظبط معاك كده، الدروب شادو بتاعها والدنيا زي الفل، انتشار مش وحش باذن الله. ونبتدي ايه ناخد بقى ايه برده نفس الموضوع ده كده نرمي على السراير. تمام اهو تاني الدروب شادو برضو ايه على السنجل بيت، هتلاقي الايه السراير كلها خدت الايه الدروب شادو بتاعك. طبعا هنا عشان احنا ماسحين حاجات فايه في جزء عندنا مش باين في اللي احنا ماسحينه عندنا. السرير ده برضو كده عايز برضو الدروب شادو بتاعه، من هو الراجل يعني اشمعنى هو يعني، فلازم تدي احساس برضو للسرير كده بالدروب شادو. اوكي. تمام. تعالى برضو للمطبخ، الجزء بتاع المطبخ ده لازم برضو ياخد دروب شادو برضو. تمام. المطبخ بتاعك، لان انت خد بالك ان في عندك إضاءة هنا في المطبخ، هيدي دروب شادو بتاعك هنا كده، ماشي. الحمام، الحوض، برضو الحاجات دي كلها تاخد دروب شادو، نفس الموضوع. تمام. الحوض هو لازم يبقى فيه انعكاس على الأرضية، والتويلت. تمام ماشي. ما خدش ليه دروب شادو أهو كده أهو، بدأ يديك الإيه إحساس بتاع الإيه ال 3D. وهنا عندك الحوض برضو نفس الموضوع، تاخد دروب شادو. طبعا أنا بعمله مرة واحدة بظبطه، بعد كده بقى باخده إيه كوبي وبيست على طول، ما عنديش مشكله في كده. حتى الركنه دي برضو هتاخد لها دروب شادو برضو نفس الموضوع. اوكي. هتديك الايه اهو تبع الانتشار بتاعها، طبعا انتشار كبير قوي بس يعني اعتقد ان هو ايه مش بطال. نفس الموضوع في السفره، هاخد لها برضو دروب شادو، هيديك برضو ادي السفره بتاعتك، ادي الكراسي برضو نفس الموضوع ده كده ايه. حتى السجاده نفسها على الارض تحط لها دروب شادو، انت فاهمني؟ هاخد لها برضو كل ده ايه. تمام. واحد يقول لي طب هي كده، اقول لك لا، ما انت لازم تدي احساس ان بص اهو الظل على الارض كده. تمام خلاص. شايف ان هو كبير شويه، ممكن تعدل تحط لها دروب شادو لوحده، وتضيف انت الافكت بتاعتها وتقلله زي ما انت عايز، ماشي. نفس الموضوع برده الكنبه دي، نحط لها برده الدروب شادو بتاعتها خلاص اهو. يبقى الدنيا ايه القصه بتاعتنا كلها هتبقى ماشيه معانا كده. الكنب والكرسي الجميل الحلو الامور ده، احنا كان عندنا حاجه هنا جروب، واحد فين؟ كنا عاملين جروب هنا فين؟ بسم الله، كان عاملين جروب للحاجات دي. هناخد الجروب كله اهو، نحط له ايه دروب شادو مره واحده عشان ايه ما نوجعش المغرب على الجروب كله، المجموعه كلها كارست كلها دروب شادو زي ما انت شايف كده. تمام. وبرده عندك اللي في البلكونه هنا، تاخد برده دروب شادو. ده افكت بسيط قوي لكن بيديك احساس
جميل قوي في الجزئيه بتاعتك دي. وتعالى بس النجيله دي مش عارف هي مش مناسبه بصراحه، مش عجباني. اعتقد انا ممكن اغير النجيله دي شويه، البلكوني فلور دي ممكن نغيرها سنه، مش عارف يعني حاسس ان النجيله دي قافله قوي بصراحه يعني. فممكن ناخد حاجه تانيه ارضيه للبلكونه مثلا، ان شاء الله حتى بلاطه زي كده، او مثلا ناخد حاجه بسم الله ناخد لها ايه، ما عندناش اي ارضيه خالص. اعتقد كنا حاطين السيراميك كان افضل يعني، اعتقد كان السيراميك افضل. ممكن نصغره بقى كده شويه، لو انا مثلا سي 4% باين حاجه كده، اي ثينك ان ده افضل شويه وباين قوي مع الدروب شادو خلاص مع البلكونه باينه، اعتقد كده افضل سنه يعني. تمام، يبقى انا كده بدات يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين كده بالظبط، احط الدروب شادو بتاعي تمام على كل ما هو عندي في البلان بتاعي. يبقى انا كده البلان بتاعي عامه هيبقى شكله بالشكل ده كده، اعتقد ان هو الى حد ما معمول كويس او مظبوط كويس. ممكن اجي بعد كده اخد برده البلان نفسه وابتدي اخد بقى ايه الارضيه او الباك جراوند اللي حواليها ده كله من هنا ومن هنا كمان الجزء ده كله. طبعا ممكن اشيل بس الباب ده، تمام اشيل جزئيه الباب ده كده، ممكن اعمل كده تكبير كده شويه تمام، واقص منه حته الباب اللي انا عامل لها طبعا لاني عندي هنا بورسلين جوه، فاقول له لا والله خد لي الجزء ده بره الحسابات بتاعتك لو سمحت تمام خلاص. واجي على الجزء ده كله كده واقول لك اعملي لاير جديده، واقول لك ده مثلا ايه هقول لك ده مثلا الباك جراوند بتاعتنا، الباك جراوند بي جي مثلا باك جراوند، والباك جراوند دي هديها ماتيريال برضو كده عفوا، والماتيريال دي الباترن دي هاجي هنا اقول له لا بعد اذنك انا عايز اغير فيها، وادي فلو بليندنج اوبشن باترن، وهقول لك مثلا خلي الباترن دي مثلا وليكن مثلا حاجه زي كده تمام، مثلا ست اوريجن اقول لك كده اوكي، واعمل كده كنترول اضبط الايه الزوم بتاعي مثلا حاجه زي كده، ان انا خدت الباك جراوند طبعا كبيره قوي، ممكن نصغر نكبر السكيل شويه زي مثلا من الجراديانت هنا نخلي السكيل كبير سنه لا كده اوفر قوي يعني 10 كده اي ثينك انف اعتقد كده معقول تمام ماشي. اعتقد كده عملنا الارضيه بتاعتنا او الفلور بتاعتنا الى حد ما. طبعا عايز تخلي بقى الارضيه لون، عايز تخليها شفافه، عايز تعمل اي حاجه براحتك، عايز تخليها نجيله يبقى الارضيه اللي بره كلها نجيله براحتك زي ما انت عايز. وتقدر بعد كده تحط التكست بتاعتك تمام، انك ممكن تحط بقى التكست هنا مثلا لك ده الطرقه، ده الاستقبال، ده التيراس، ده غرفه النوم. انا ممكن اقوم جاي كده عندي في الجزئيه اللي فوق دي كده واقول لك بعد اذنك تعالى عايز احط مثلا تكست هنا، هو حط التكست بقى كده بتاعي خلاص، اقول لك والله اعمل لي تكست هنا مثلا كده اوكي، واقول لك انا مثلا سي غرفه طبعا التكست لازم يطلع لفوق برضو نفس الموضوع كده عشان يبان معايا فوق تمام، حد فوق هنا كده اي جزء هنا كده، واقول لك ايه بيدروم او غرفه نوم او نوم رئيسيه اي حاجه مثلا تمام. دي النوم الرئيسيه، هي فين مش باينه ليه، في حد عمال يشخبط ما اعرفش ليه بقى كل ده، في حد عمال يلعب في الشاشه عندي تمام. دي غرفه النوم الرئيسيه زي ما احنا قلنا كده تاني، واطلعها بقى كده فوق فوق البيد فلور فوق الارضيه خالص عشان تبان زي ما احنا قلنا مش ظاهره ليه عندنا، عايز اعرف هي فين فين ال غريبة جدا مش باين عندنا. طيب نكتبها تاني مش مشكلة ماشي، نكبر كده شوية اقول لك عايزين نعمل تكست تاني معلش ليه مش عارف مش عايز تظهر عندنا، فنعمل كده ايه تكست ونقول له ايه ها نوم رئيسية تمام،
اوكي، وناخد بقى التكست بتاعنا ده نصغره ونظبطه، نقول والله خلي التكست بتاعنا ده 55 كتير قوي، خليه مثلا سي 28 ولا حاجه، 25 اي حاجه. خلاص ممكن نصغر اكتر من كمان، خليه 10 نوضح ان التكست عندنا، ممكن نخليه مثلا سي 12 ولا حاجه. خلاص اوكي، نوم رئيسية خلي ده 12 زي ما احنا قلنا. اوكي ما اعرفش المساحة كبيرة قوي ليه كده بين الاثنين. طيب نختار التكست بتاعنا، نظبط بقى التانية بتاعتنا كده عشان الدنيا عندنا مش مظبوطة. ناخد مثلا فونتات بقى عربي، نجيب مثلا حاجة سيمبليفايد عربي كده ولا حاجة كعربي. مفيش أي لغة عندنا عربي هنا، عايزين أي حاجة عربي. simplified أو Arabic traditional حتى أي حاجة. عايزين أي فونت عربي، أي فونت عربي. طبعا المشكلة ممكن يكون ما عنديش فونتات عربي للأسف هنا، ممكن نلاقي مثلا simplified Arabic أهو الحمد لله. تمام، نقول لك والله مثلا خليه مثلا say bold ولا حاجة، وهنا 12 وهنا sharp ماشي أوكي، وأسطانه في النص يمين أو شمال. ما اعرفش ليه السبيس ده، فانا ممكن ناخد ده كده ونفتح عندنا التكست كده نشوف الادجستمنت بتاع التكست. عفوا البروبريتيز، اي واحد من دول في حاجه حد بيغير كده الدنيا عندي، فمش عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب التكست نقول لك بولد كده، ده 400 المسافه، لا بنصغرها شويه عشان ما يبقاش فيه سبيس كده، المفروض يكون 100 بس مظبوطه يعني. وهنا السبيس ندي مسافه كده نوم رئيسيه اوكي، وادي الفونت 12. تمام اعتقد المسافه هتبقى مظبوطه يعني، ما فيش فيها مشكله، اعتقد دي برده كنت تكون 100 مظبوطه ماشي. اللون ممكن تلون زي ما انت عايز يعني، ممكن اللون ده ما يبقاش اسود، ممكن يبقى لون مثلا احمر كده ولا حاجه خلاص، او اي لون تاني. تمام اوكي باشمهندسين، فممكن تديله اللون اللي انت عايزه خلاص، لون التكست نفسه. اعتقد كده الدنيا الى حد ما مظبوطه، ما عندناش فيها مشكله باذن الله. تمام خلصنا القصه دي كلها، نقول له ايه انتر خلاص انا ظبطت ايه التكست بتاعي. في حد يا جماعه عمال لعب على الشاشه تقريبا، مش باشمهندس عمر بيعكسني ولا ايه مش عارف، انت اللي بتعكسني صح؟ فين ستوب؟ فين؟ ما هو انا ما عنديش هنا ستوب انوتيت هنا. في شات او ريكورد، وريكورد ميتنج انفو ديسيبل شو نيم. ده اللي ديسيبل ماشي اوكي، ديسيبل انوتيت اوكي ماشي تمام. تسلم هندسه شكرا. تمام اقدر كده بقى يا باشمهندسين، زي ما انتم شفتوا كده عملنا ايه التكست بتاعنا، نحط بقى التكست زي ما احنا عايزين ماشي، ونقدر ناخد التكست ده كوبي ماشي، نبتدي ايه ننزله على بقيه الايه الحاجه الثانيه نفسها بدل ما اقعد اكتب ثاني. خلاص نقدر نشتغل عليه. تمام نقدر نعمل له كده كوبي وننزله هنا، بس طبعا هنغير التكست بتاعنا زي ما احنا عايزين. ممكن بقى نيجي هنا نقول له النوم الرئيسيه دي نغيرها في التكست بتاعنا، نقول له بعد اذنك لا انا عايز اغير ايه الرئيسيه دي، يقول لك مثلا نوم مثلا اطفال. خلاص اوكي، تقدر تغير بقى التكست بتاعك زي ما انت عايز ماشي. اهو ده كده ظبطت التكست بتاعك، تبتدي تاخد بقى كوبي وتشتغل زي ما انت عايز. نفس الموضوع ده خد بالك، انا هاخد لها برضه دروب شادو يعني، كل التكست اللي عملته ده كده برضه اخد له ايه دروب شادو كده ليه، اظبط لك الايه التكست. ممكن لا طبعا هو الدروب شادو يبقى ساكر ومش سخيف، ممكن اعمل له دروب شادو لوحده. تمام او نظبطه احنا بشكل تاني خالص هقول لك عليه دلوقتي. تمام الاطفال ماشي اوكي، وبعدين ناخد الايه مثلا ناخد برضه نوم اطفال تاني ماشي، ناخدها كوبي لحد هنا نحطها هنا كده مثلا سي، وناخد مثلا دي برده كده نخليها هنا، بس دي هتبقى طرقه بقى يعني، دي هناخدها هنا برده. احنا بنقل بس التكست والحاجات دي كلها وبعدين ايه نظبط، بدل ما هو ايه ناخد بقى كوبي وبيست ونقعد نظبط تاني او ناخد تكست جديد، لا فاحنا كده بنشتغل نحط الحاجه بتاعتنا، بعد كده ايه نبتدي نظبط الحاجه بتاعتنا. تمام او نظبط الايه التكست او النص اللي احنا مطلوب عندنا ده مثلا هنا كده، ابتدي احط الايه التكست بتاعي، بعدين ابتدي ايه اظبطه ان شاء الله بعد كده. خلاص طيب تعالى بقى نبتدي نعدي بقى هنا، مثلا اجي على ده كده واقول لك انا في التكست ماشي انا محتاج ده يكون ايه عندي، ها ده يكون ايه حمام
صح؟ ده كده حمام، هيتغير كل التكست ده كده، اوكي ماشي. واجي هنا على ايه؟ على التكست ده برضه، اقول ده ايه؟ مطبخ. تمام. واجي هنا اقول لك ده ايه؟ استقبال او ريسبشن. ده استقبال او ريسبشن زي ما انت عايز بقى، تكتب زي ما انت عايز. وهاجي طرقة، ده طرقة او موزع زي ما بعض ال البشمهندسين او بعض اخواتنا في الخليج بيسموها، او طرق توزيع او موزع. ده برضو حمام. اوكي بس يبقى كده خلصنا ليه الجزء بتاعنا. بشمهندس محمد، بشمهندس محمد باكر بيقول لي الحروف مشبكه. لا مش مشبكه ولا حاجه، مظبوطه ما فيهاش مشكله. طيب هناخد بقى مجموعه تكست، اي تكست من دول كده، ابتدي نشتغل نحط بليندنج اوبشن. بس المره دي ممكن ما احطلوش ديل، او ممكن احط له مثلا سي بيفل مثلا، تضخيم مثلا، اقول لك مثلا ده يبقى كده مجسم شويه يعني. بعد كده ما اجي مثلا عليها كده اعمل لك كده كنترول كده تكبير على النقطه دي اهي، مثلا كلمه حمام دي كده، احط مثلا بلندنج اوبشن. ده نوع تاني من انواع الاوبشنز اللي ممكن نحطها. اقول لك مثلا حط لي بيفل اللي هو يديني زي سمك كده، خلاص انر او اوتر مثلا يديني سمك للخارج كده بروزي يعني، وابتدي اي حدد الايه الحجم البروز بتاعه لو حاجه صغيره او كبيره يعني. خلاص واقول لك مثلا سموث او لا، ممكن سموث ماشي، ممكن السايز بتاعه اكبره او صغره. تمام، كان نوع من انواع انا كده بديله ايه يعني احساس بالايه بال 3 دي شويه او التضخيم شويه، فاهمني كده يا جماعه؟ واقدر مثلا ممكن اغير الشكل بتاعه لحاجه زي كده. تمام، مثلا طبعا اشكال كتيره وحاجات كتيره ممكن انت تعملها بمزاجك تماما يعني. ممكن مثلا حاجه زي كده، اوكي تمام. ممكن مثلا حاجه ثانيه، ممكن ادي لك مثلا اوتر جلو مثلا، خلاص اطار خارجي وادي له لون مثلا، وليكن مثلا لون ماشي حتى لو ابيض، اوكي. واقدر ايه ازود حجم او كثافه اللون ده كنوع برضو من التمييز ماشي، اوكي، وانتشاره وحجمه. خلاص تمام، يعني ممكن اعمل حاجه زي كده كنوع يعني ايه من تمييز الفونت فقط لا غير، بحيث ان عندي ايه ان هنا مثلا حمام، هنا كذا، هنا كذا. ده لو انت محتاج ان انت توضح فيه شويه او تعدل فيه شويه. طبعا الملف تقيل قوي لان حجمه بقى كبير. هنا بقى خلاص كده ممكن تحركه بقى لفوق شويه كده. كل اللي انت عملته هنا ممكن تعمله في بقيه الايه الاجزاء الثانيه. ممكن نفس الشادو اللي انا اخدته ده اعمل له للحمام الثاني برضو يتنقل، خلاص، وللاستقبال وللمطبخ وللطرقه، لكل التكست بتاعي اللي انا شغال فيه ما عنديش مشكله. اخده كده للطرقه، ونفس الموضوع للاطفال. كل التكست اللي انا عملتها ممكن انقلها نفس الايفكت اللي انا عملته عندي هنا، ما عنديش مشكله فيه. اوكي يا باشمهندسين، واخد هنا برضو نفس الموضوع كده انقله هنا اهو. كده اعتقد ان الدنيا بقت عندنا واضحه ومظبوطه باذن الله. خلصنا كده، اقول لك بقى فايل سيف الملف ده اتحفظ عندي تمام، عشان تدي اقدر اشتغل بيه واتحرك عليه. يبقى انا كده تقريبا خلصت البلان بتاعي تمام وظبطناه. ممكن اخد التيرس، ممكن اخد استقبال دي كده، اخدها كده برضو هنا انقلها كده بعد التيرس مثلا او تراس ماشي فوق هنا كده، واجي على التكست بتاعها انزل كده تحت شويه، واجي على التكست هنا كده اقول له بعد اذنك عايز ده ايه تراس، غير لي دي اخليه تراس مثلا اللي هو الايه التيرس بتاعنا. تمام، انتر انتر، اوكي خلاص تمام. يبقى انا كده ظبطت الايه الدنيا بتاعتي يا باشمهندس. يبقى انا كده البلان بتاعي اهو خلاص، بعد ما فرشته وظبطته في عجاله كده بسرعه. واتمنى تكون الدنيا بقت واضحه بالنسبه للعام بقى كويس ومناسب للشغل بتاعك. حد ليه سؤال في اللي احنا عملناه كده يا جماعه؟ حد ليه سؤال في اللي احنا عملناه ده؟ حد فاهم حاجه من اللي احنا عملناه ده كده، او حد عنده مشكله في اي حاجه من دول؟ اوكي طيب كده اتمنى يكون وضحنا البلان وفرشه، واعتقد مدى الحمد لله في واقعيه من البلوكات اللي مستخدمينها وبعض الاضافات اللي احنا حطيناها من المؤثرات بقى اللي هي الايفكت بتاعتنا من ظل او تمييز للتكست. فاتمنى تكون الدنيا واضحه باذن الله.
تمام كده خلاص سيبنا الفايل ده، ويبقى كده تقريبا خلصنا الشق الاولاني المحاضره بتاعتنا، والحمد لله قدامنا حوالي ساعه و10 دقائق للشق الثاني الاهم طبعا. خلاص كده خلاص بقى كل الكلام ده نقفله تمام، ونبدا في الشق الثاني بتاعنا يا بشمهندسين. بشمهندس عبد الله، هي البلوكات دي انا منزلها ملهاش لينك معين، بس دي ممكن تجيبها من مواقع البي ان جي، هتتعب شويه فيها بصراحه تمام. يعني في هنا عندك مواقع بي ان جي بيكتشر، بي ان جي بيكتشر تمام، هتلاقي في حاجات كتيره قوي، بي ان جي مثلا فوتو اهي خلاص، او بي ان جي هانت مثلا، في مواقع كتيره قوي للبي ان جي خلاص، هتنزل منها الحاجات دي كلها، تعمل سيرش بقى عليها، لان طبعا الحاجات دي كلها انا يعني انا بحاول بقدر الامكان كل فتره، بس مثلا حاجات زي كده دي مواقع البي ان جي بلوكات، هتلاقي حاجات زي كده تمام، هتخش تدور عليها اوكي، هتستخدم هتنزلها تعملها داونلود عادي جدا، ما فيهاش ادنى مشكله خالص يعني. هتعمل مثلا سيرش مثلا على صوفا مثلا، صوفا تمام ماشي، اهو بيقول لك في صوفا اهي، تخش بقى تعمل سيرش على الحاجه اللي انت محتاجها وتعملها داونلود. ده صوفا طبعا، ده كده اليفيشن، فانت ممكن تقول لا انا عايز توب فيو، يعني اليفيشن توب فيو، توب فيو صوفا تمام اوكي. ف هتبقى تدور بقى على الحاجات دي، طبعا هو للاسف هو مش شايف هنا حاجات معينه، فهنقول له مثلا صوفا بس خلاص، هتبتدي تدور، معلش هتتعب فيها شويه، هو بيقول لك مفيش عندي توب فيو، فا اوكي نبص على الصوفا اللي عنده، ابتدي نجيب الايه، ندور على حاجه كده اولدر، هنجيب حاجات اقدم شويه، طبعا جايب لك حاجات جميله جدا، بس طبعا الاليفيشن لو بتعمل سكاشن نفس الموضوع، لو بتعمل سكشن بتستخدم الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، تقدر تشتغل برضه بالجزئيه دي، عايزين حاجه توب كده ولا حاجه، مفيش حاجه جايبه توب خالص. في حاجه في موقع اسمه بي ان جي كيس، هقول لك انا بي ان جي فين، لا طب نقول لك بي ان جي بي ان جي مثلا، كان في موقع اسمه ايه، هقول لك انا حالا، ممكن تلاقي فيه ايوه هو الموقع الجميل ده ماشي. فين هو، انا عايز الموقع ده فين، اعتقد هو ده كده تمام، ده افضل موقع هتلاقي فيه بلوكات تقريبا للجزء ده تمام. هتلاقي مثلا تدور اهي، طبعا هو اسمه موقع كده بي ان جي كيس، يعني هو اسمه كده تمام. تيجي مثلا تقول له والله انا عايز مثلا سي صوفا تمام، تعمل سيرش اهو، هتلاقي نفس الموضوع ده كده بي ان جي، وهتلاقي بقى ركن وحاجات زي كده من الطب والكلام ده كله. طبعا ممكن نخش مثلا سي على صوفا زي كده، واعمل مثلا اوبن في صفحه جديده، هتلاقي فيها الطب طبعا والاليفيشن اهو مثلا، حاجه زي كده شايفها اهي، دي كده من الطب اهي، الطب فيو ماشي يا باشمهندس. فده كده الناس اللي عايزه تجيب البلوكات، طبعا هتتعبوا شويه، بس طبعا انت محتاج تعمل حاجه زي كده عشان توصل لمستوى احترافي في الشغل بتاعك تمام. بص كده بقى، لو حاجه فيها الطب والكلام ده كله، تلاقي فيه طبعا متشابهات لي كتير، وهنا بقول لك مثلا سي عندك هنا البي ان جي 3، ده موقع تاني، ده اهو ادي الجزء ده كده زي ما انت شايف تمام، تقدر تعمل له بقى ايه داونلود عادي جدا خلاص، اهو فري داونلود، ولا فري داونلود هينزل معاك عادي جدا البلوك ده، مفيش فيه مشكله خالص باذن الله. وشوف بقى لو في حاجه مشابهه ليه في الاجزاء اللي تحت، هنتعب شويه بس معلش يعني، هو للاسف ما قدرناش غير كده يعني تمام كده. مش مهندسين اوكي، مش مهندس، اتمنى اكون وضحت لك النقطه دي. طيب تعالى بقى نخرج من النقطه دي ونخش بقى للموضوع المهم بتاعنا، لجزئيه البوست برودكشن بتاعتنا، اتمنى تكون جاهزه ومركزه معانا. مش مهندسين جاهزين نرجع لجزئيه الايه الماكس بتاعتنا، ها جاهزين ولا لا؟ باشمهندسين معلش عفوا، انا دوست على الشير غلط، ثانيه واحده. ده الجزء المهم بالنسبه لنا صحيح، عايزكم تركزوا كده خلاص بقى، نعمل ريفريش كده لدماغنا وننسى اللي فات ونبدا في الجديد اللي احنا هنبدا فيه دلوقتي. طبعا احنا من ماكس، يمكن انا قلتها لكم من شويه، احنا في برنامج الماكس احنا عملنا ريندر، وريتك صوره الريندر اللي طالعه من الماكس تمام، دي الريندر اللي طالعه من الماكس
زي ما انت شايف كده. ممكن بعض الناس تقول والله ده هو كده كويس قوي، الدنيا تمام زي الفل، ماشي انا معك ما عنديش مشكله، لكن عندي حاجه اسمها البوست برودكشن، ان انا بحاول احسن او اعالج بعض اخطاء الصوره. تمام، يعني في بعض الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده، زي مثلا موضوع الجزء بتاع مثلا نويز ده، في ممكن جزء يكون مثلا الظل مش باين قوي، يعني هنا ممكن يكون الظلال ضعيفه شويه، خلاص ممكن يكون في لمعه مش واضحه، خلاص يعني في شويه حاجات كده انت ممكن تكون محتاج تعدلها او اخطاء تصلحها، ماشي؟ فانت بتخش البوست برودكشن عشان كده. طب انا بعمل ايه؟ انا بطلع من الصوره، لما قلت لك الاليمنتس بتاعتنا بيطلعوا لي بالشكل ده كده، خلاص لما جيت قلت لك في الاليمنتس، لما اديتك مثلا بالافكت مثلا الار جي بي، او مثلا اديني الاكسترا تكست او الاليمينيشن او اللايتنج الى اخره، فبيطلعهم لك بالقصه اللي انت شايفها حضرتك دي كده، كل حاجه في صوره لوحدها. طيب تعالى بقى نفتح الفايل ده كده، اقول لك مثلا اعمل لي فايل واعمل امبورت، ماشي خلاص. او ممكن افتح فايل جديد الاول وبعدين اعمل له امبورت، على مثلا فايل جديد، خلاص صوره جديده، ماشي ايا كانت بقى، ونقول له مثلا نفس الموضوع ده كده، اوكي ماشي تمام ما عنديش مشكله فيها، 16 او 8 ما عنديش مشكله، خلاص. واجي بعد كده عندك الفايل الامبورت بتاعك، او نقول لك مثلا عايزين ايه سكريبتات، نجيب مثلا حاجه من سكريبت، نقول لك مثلا لود فايل انتو ستيك، خلاص، واقول لك هات لي الفايل بتاعك او الملفات اللي انت بتطلعها. انا بطلعها على الديسكتوب في فايل الركنه ده، اللي هم دول، ماشي كل دول، خلاص هقول له هات لي دول كده، اوكي. هبتدي احمل معاك الملفات بتاعتك كلها اللي طالعه من برنامج الماكس، ماشي، واقول له اوكي خلاص نزلهم. انزلوا كده ليارات، يعني بص كده اتفرج كده هنا في الجانب اليمين كده، بص هتلاقيهم كلهم ايه بيحملوا لودنج، بتسيبه لحد ما ياخد وقته براحته زي ما هو عايز، اوكي، او ابتدي احملهم واحده واحده جوه الفايل بتاعك اللي انت عامله، خلاص، او ملف جديد، يعني سواء فتحهم فايل جديد او ده او ده، براحتك زي ما انت عايز، اوكي. طب هو فتحهم كده، ماشي خلاص في ملف، تمام، حلو قوي. تعالى بقى الفايلز دي اللي احنا جايبينها، خد بالك احنا اتفقنا ان اللي فوق هو اللي بيظهر، يعني الابيض ده اللي هو اول، تمام، لو قفلتها كده تمام هيبان اللي بعد منها، يعني لو قفلت دي كده هيبان اللي بعد منها دي، خلاص. طب لو قفلت دي كده هيبان اللي بعد منها اللي هي دي، فهمنا كده يا جماعه؟ طيب انا محتاج ايه؟ انا محتاج طبعا الابيض خالص ده خليها تحت خالص، ماشي، انا محتاج اللي يكون فوق اللي هي الار جي بي دي، اللي هي الناتج الايه النهائي بتاعي، اللي هي الار جي بي كلر، اللي هي الصوره اللي طلعت عندي دي، اول واحده فوق، ليه؟ هبتدي بعد كده ابني عليها، فاهمين حاجه؟ يعني هبتدي بعد كده احط لاير لاير واشوف التعديل اللي يتم، او ايه الفرق اللي بيظهر عندي، تمام كده يا باشمهندسين؟ فانا ببدا مرحله مرحله، فبخلي مثلا الار جي بي دي كده فوق، هي اللي ظاهره عندي فوق، تمام؟ اوكي؟ وببتدي ابني عليها الشغل بتاعي. طيب حلو قوي، تعالى كده ار جي بي فوق اول واحده. تعالى كده نشوف التاثيرات بتاعتنا ماشيه ازاي. قال لك والله بص في عندي افكت ريزلت اهو، تمام؟ لو انا طلعته لفوق كده، فوق دي، حصل فرق في الصوره؟ يعني كده لو قفلت كده في اي فروق؟ انت شايف ان في اي فرق؟ هل في اي حاجه ظهرت ان انا عندي تاثير ظهر عندي في الصوره؟ تمام؟ يعني الافكت دي اللي هي الريزلت، التاثيرات بتاعتي، هل ظهر في اي حاجه؟ انا مش شايف اي فرق خالص، يعني انا مش ملاحظ ان بس غير البرواز الاطار الخارجي اللي بيظهر، مش شايف ان في اي فروق، يعني كده بص اهو ما فيش اي فرق خالص، بقفلها او افتحها ملهاش فرق، صح؟ طب يبقى دي معلش ارمي لي تحت كده، مالكيش لازمه، خليكي تحت خالص. طب تعالى بعد منها الاكسترا او الفي ري الاكسترا تكست، اطلعها فوق كده واشوف ايه اللي حصل، بلاك خالص، صح؟ تمام، انا طبعا دي محتاجها، يعني مثلا كده ما بشغلها بلا، انا واقف على ار جي بي اهو، لو انا كده بلاك دي، تمام، بوظ لي الدنيا، مش نافع عندي بحاجه، صح؟ يبقى برضو دي اسحبها تحت خالص، تمام. ليه؟ خد بالك لما تكون الصوره جيده بيكون العيوب قليله، فالتاثيرات بتاعتي برضو تبقى قليله. طيب تعالى اللي بعد منها الاليمونيشن، لو طلعتها فوق كده ايرور الاليمونيشن، في هنا بقى حاجه باين قوي زي ما انت شايف كده، ان في جزء فيه تعديل او تاثير اضاءه شويه، فهمني؟ تاثير اضاءه، تمام، يعني في حاجات زي التلفزيون مثلا كده، لو انت خدت بالك مديك هنا تاثير اضاءه، صح؟ وفي كوبايات، اللمعه بتاعت الكوبايات، وفي الجزء بتاع النجفه، ففي تاثير اضاءه محتاج ان هو يزيد شويه، يعني هو في وجهه نظره ان هو شايف ان الجزء ده كان محتاج ان الاضاءه بتاعته تزيد، حتى السبوتات فوق اهي الاسود ده، تمام، خلاص كانت محتاج انها تزيد سن، هو رايه كده، تمام. طب يبقى كده رايه كده الراجل ده. طب انا محتاج ازودها ولا لا؟ دي ترجع لك انت. طب ما تيجي نشوف لو زودناها.
فعشان ازودها محتاج حاجه مهمه جدا اسمها بليندنج مود، لازم اعمل ميكس او اندماج ما بين الصوره الار جي بي وما بين الايه الاليمينيشن اللي هي الصوره اللي فيها الاليمينيشن. فاهمين الكلام ده كده يا جماعه؟ يبقى لازم اعمل ميكس. الميكس ده انا محتاج منه ايه؟ اعمل اندماج ما بين الاليمينيشن الاماكن اللي فيها المفروض يكون فيها انعكاس او لمعه في الاضاءه مع الار جي بي. طب الانعكاس هنا او اللمعه دي جايه منين؟ باللون الاسود صح؟ تمام؟ باللون الاسود. ماشي؟ باللون الايه؟ الاسود. فانا باجي من فوق هنا في البليندنج مود اقول له تعال انت عايز تحتفظ بالاسود ولا يعني بالغامق ولا بالفاتح؟ انا بقول لك الدارك واللايت. يعني ساعتك عايز تحتفظ بالغامق ولا بالفاتح؟ انا دلوقتي عايز احتفظ بايه؟ في الصوره دي، ما الصوره دي ابيض واسود صح؟ انت عايز ساعتك منها ايه؟ ايه اللي انت محتاجه منها؟ ها ابيض ولا اسود؟ محتاجين اللون الاسود صح؟ يبقى خليني في الغوامق دي. طيب لو قلت له احتفظ لي بالدارك، بص كده لما اقول له الدارك كده ايه اللي حصل عندي؟ تمام، هتلاقي هنا في حواف حصلت. لو انت خدت بالك الاجزاء اللي فيها اللمعه بدات تاخد اسود صح؟ حتى الترابيزه والكلام ده كله بص هنا بدا ياخد اسود. في لمعه بانت عندي هنا لكن اثرت في حاجات ثانيه صح؟ يعني انا كده بص كده الاسود ده كده عندي حصل مشكله ان في اجزاء اللي فيها الليمونيشن واخده اللون الاسود. طب انا كده بالنسبه لي لا ده كده الموضوع ده مش نافع. طب لو حبيت اقلله كده مثلا ايه 20%، لا ده هو كده طفى اكتر. يعني عارف بص التلفزيون كده اضاءته الاول كانت احسن صح؟ ده هو الاول كان افتح، دلوقتي لما حبيت اقلله او اضيف عليه الاليمينيشن اصبح النهارده لا ده هو طفى خالص الاضاءه بتاعتي. ده الاضاءه كانت الاول احسن، حتى الفاز دي كده الازاز دي كده تمام كانت احسن. لو جيت شغلت الاليمينيشن لقيت حسيت ان انا اغمق شويه تمام، حتى اللمعه بتاعه الجزء اللي فوق ده تمام اعتقد طفت اكتر. لا يبقى الجزء بتاع الاليمينيشن ده ممكن اكونش محتاجه. طب لو انا خليته لايت، خد بالك بالعكس بقى ايه اللي حصل؟ تمام، احتفظ بالغامق وساب لك الايه الابيض هو اللي موجود، بدا ياخد عندك ايه الاليمينيشن اهو تمام زي ما انت شايف كده هنا وهنا. طب لو انا خليته مثلا برضو 5% تمام، طب حتى 2% تمام او 1% يبقى كان وجوده زي عدمه. تمام، وجوده زي عدمه. هل ليه اي تاثير قوي؟ بص كده في فرق شاسع ده عن ده، يعني بالتالي ان هو تاثيره برضو مش مؤثر قوي. انا بوريك ازاي بتبتدي تاخد الخطوات واحده واحده، يبقى ده برضو ينزل تحت كده معاهم مش محتاجه. طيب تعالى بقى للنقطه اللي ممكن تكون مهمه. انا بوريك ان في حاجات انا كان ممكن من الاول اهملها لكن انا حبيت ان انا اوريك الخطوات بتاعتنا ماشيه ازاي. طيب النقطه الثانيه، تعالى مثلا في اللايتنج الاضاءه تمام، ايه ده هو في لير اضاءه ولا؟ طب طلعه فوق كده تمام، بص هنا تمام بدا يبان عندي هنا ايه الاضاءه بدات ايه هنا اقوى صح؟ ماشي تمام، هنا الاضاءه بقت اقوى. لو انت عايز تزود الاضاءه والاضاءه اللي فوق بقت اقوى شويه تمام، اضاءه الشمع بدات تظهر. طب انت هنا محتاج الفاتح ولا الغامق؟ طبعا في كميه نويز بقى زي ما انت شايف كده ايه صعبه جدا. انت هنا في الاضاءه دي محتاج فاتح ولا غامق؟ محتاج الفاتح ولا الغامق؟ اعتقد انك محتاج الفاتح صح؟ يبقى اقول لك هنا اعمل لي هنا بعد اذنك ايه اللايت تمام؟ خلاص هتحس ان الاضاءه زادت شويه، الاضاءه بدات تبقى واخده زياده شويه، ممكن اقول مثلا 50% او ممكن اجرب نوع ثاني بلاش اللايت اللي ممكن اخليها سكرين. اوه بص بقى الفرق، شايف الفرق؟ المشهد نور اكتر، الاضاءه زادت اكتر. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ فهمت الفرق هنا عامل ازاي؟ بص كده لما اقفلها دلوقتي المكان مطفي، طب اما ازود كده الاضاءه زادت صح؟ مستوى الاضاءه علي، يبقى التاثير بتاعي في الاضاءه هنا علي صح؟ تمام، يبقى انا كده لما غيرت اهو كده ما بين اللايت، اللايت العادي اللي هو الاضاءه فقط. طب سكرين نوع تاني من انواع الاضاءه؟ لا والله الاضاءه ظهرت عندي بشكل اوضح والمكان نور عندي، حلو قوي. طب نشوف حاجه تانية مثلا كلر كده دوج، لا بص كده في حرق بقى كده بوظ الدنيا. طيب لو جربنا مثلا لينير، لا برضو لسه في حرق، بص في لسع في الصوره تمام. طيب لو انا خدت مثلا لينير كلر، لا مفيش فرق. يبقى انا افضل حاجه عندي هنا الايه؟ السكرين. بس يا باشمهندس السكرين بينت لي شويه نويز هنا صح؟ تمام؟ انا الاضاءه عجباني ان الفرق عندي في الاضاءه بان صح؟ تمام؟ طب ما تقلل بقى بدل مثلا نسبه المزج ما بين الاثنين، بدل ما مثلا 100% خليها 50%. هتلاقي النويز بدات تقل شويه تمام؟ طب ما تخليها 30%. فهمنا؟ خلاص؟ بحيث ان انا اقلل ايه؟ قصه الايه؟ النويز بتاعتي اللي انت شايفينها فوق دي كده، بس انا محتاج الاضاءه عندي تزيد سنه، يعني محتاج ان انا ارفع الايه؟ الإضاءة بتاعتي شوية. خلاص؟ فهمنا كده يا جماعة ولا إيه تاني؟ فاهمين القصة دي يا جماعة؟
يبقى انا كده اقدر ازود الاضاءه بتاعتي هنا. يبقى انت كده ممكن تكون الشوت بتاعك طالع من الماكس، يعني تحس ان الاضاءه مش ظاهره قوي، لا يبقى انا ممكن ازود الاضاءه بتاعتي خلاص اوكي من خلال ايه اللايتنج او الفي ري لايتنج، انا اقدر ازود الايه الاضاءه بتاعتي يا باشمهندسين. واضح دي القصه دي ولا عيد تاني؟ تمام واضح ولا عيد تاني؟ ماشي يا باشمهندسين كده ولا في مشكله؟ ها تمام حلو قوي. يبقى ده بالنسبه لجزئيه الاضاءه. طيب النويز بقى، النغمشه، النغمشه دي لو طلعت كده لفوق برضو فوق الار جي بي، قال لك بص نغمشه قد ايه، هنا كتيره قوي صح، ده النويز ليفل، في عندك كميه نويز طبعا، في حاجات ملاحظه وحاجات مش ملحوظه. طب انا هنا في النويز ليفل انا عايز ايه؟ الغامق ولا الفاتح؟ اعتقد ان هنا ممكن اكون محتاج الفاتح بحيث ان انا اعالج الايه النويز بتاعتي دي. هتلاقي في كميه نويز هنا برضو هتظبطها مثلا على 50 نسبه الميكس، لكن اعتقد ان هنا انا بالنسبه لي لو قللت، لا انا النويز ليفل بالنسبه لي ممكن ما احتاجهاش، لان ممكن تظهر لي نويز بشكل مش ظريف، فلا ممكن انزلها تحت برضو خلاص، انا هكتفي بيها من غير نويز افضل، ان رغم ان هو بيبين لي النويز بس لا هنا هيبقى بالنسبه لي اجهاد وتعب في معالجه النقطه دي. طيب تعالى لايه للريفليكشن والريفراكشن، الانعكاس والانكسار، اطلع كده فوقيها تمام، قال لك بص بقى اللمعه تمام، الانعكاس بتاعي بص ده الانعكاس على الارضيه، الانعكاس على النجفه، الحاجات دي كلها. طب انت برضو هنا محتاج الفاتح ولا الغامق؟ نفس الموضوع، يبقى انت هتحتاج برضو الفاتح ده، يبقى انا هو اللي بعد اذنك اعمل لي سكرين كده تمام. هتحس ان اللمعه بتاعتك زادت قوي عن الاول تمام. طبعا اقدر برضو ايه اقللها واظبطها زي ما انا عايز، ممكن اقلل مثلا اخليها نسبه اللمعه مثلا ب 75% تمام، هيديك برضو تاثير اللمعه بتاعتك. بص هنا شايف كده الفرق هنا من غير لمعه، وبص هنا بدي شايف النجفه عملت معاك ازاي، فهمنا كده يا جماعه الفرق عامل ازاي اهو، ده اللي بيحصل كده. وبص الترابيزه نفسها هنا، يعني لو ركزت الحته دي قوي ممكن اعملك دي كده عشان تبان معاك جدا. بص المفروض ان الترابيزه دي هتعكس الاضاءه صح، بص كده هي من غير مفيش عكس، لو ما شغل دي بص هتلاقي الايه الاضاءه فتحت هنا، وبرده هنا لو بصيت في الطبق هنا في الانعكاس بتاعه هتلاقي ايه بص بدا ياخد ايه لمعان اكتر او ياخد انعكاس بشكل كويس، ممكن اخليه مثلا نسبه 50% تمام. فهنا انا بالنسبه لي النجفه بدات تظهر اكتر، تاخد لمعان اكتر تمام. ما انت بقى انت بتقلل بحيث ان انت ايه تاخد الدرجه اللي انت شايفها انها واقعيه، اعتقد النسبه دي معقوله ما عنديش مشكله. يبقى هنا ده حاجه مؤثره، اللمعه دي حاجه مؤثره بالنسبه لي تمام، بانت عندي في الشغل بتاعي تمام باشمهندسين. واللايتنج طبعا فرقت معايا في الاضاءه، ان المكان فتح عندي في الاضاءه تمام اوكي، عندي زي ما انتم شايفين كده. ممكن بعض الناس يقول لي طب يا باشمهندس عامل لي مشكله في النويز هنا تمام، وانا مش عارف بقى طبعا في ان انا ممكن برش وخش اعمل ماسك والكلام ده كله واشيل هنا، بس ممكن يعمل معايا مشكله في بقيه البلوكات الثانيه تمام. طب انا ممكن احلها بحاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه ممكن احل بيها موضوع الاضاءه، لكن خلينا ده مؤقتا. يبقى انا كده اهم حاجه لقيتها عندي حتى الان هو الايه الانعكاس على الماتيريال بتاعتي، فدي حاجه برضو ادتني تاثير اعتقد ان هو كويس جدا. طيب الريفراكشن، تعالى برضو هاته فوق هنا كده، وهنا الريفراكشن بقى بص كده تاثيرها بقى على الازاز تمام، الكريستال والكلام ده كله. طب انت برضو نفس الموضوع يا باشمهندس، محتاج فاتح ولا غامق؟ انا هقفل بس كده الانعكاس ده وده، هبص اللمعه اللي فوق بقى دي كده اهي، انا اقفلها واقفل الاضاءه برضو. بص كده اظن كده بانت معاك بشكل قوي جدا تمام، بان الانعكاس في الازاز تمام، في النجفه اهي الاضاءه اللي ما كانتش باينه فاكرينها تمام، والكريستال والازاز اللي عندك هنا. ده انت هنا محتاج، شوف انا قفلت الاثنين عشان تبان معاك قوي، هقفل كده الاضاءه وهقفل الجزء ده وحطيتها فقط فوق الايه الار جي بي تمام خلاص. الازاز هنا تلاحظ ان هو مش باين شايفه، والازاز اللي هناك ده يمكن مش واضح قوي، الكريستال يمكن عشان قريبه الكاسات قريبه، فلما اجي احط دي كده بيقول لك انا هوضح لك دول، هيوضحوا معاك الازاز ده كل الازاز ده كده هيبتدي يبان معاك تمام. طب ما دي حاجه كويسه انا محتاجها، فاهمني كده مش مصيري، يبقى انا محتاج دي برضه. هتسال نفسك نفس السؤال، محتاج الفاتح ولا الغامق تمام، انت محتاج دلوقتي الفاتح ولا الغامق؟ هقول لك لا يا باشمهندس محتاج الفاتح، وعرفنا ان احنا عندنا سكرين الذ حاجه فيهم، هحط كده وهتلاقي الازاز هنا بان قوي شايفه، الازازه هنا بانت، الكوبايه تمام او الكاسه هنا واللي هناك، بس طبعا الكاسه هنا عشان قريبه تحس انها يعني بقت خلاص شبه كده شفافه، يعني الاول لو انا قفلت دي كده الشفافيه افضل شويه. طب ما انا ممكن بسيطه ممكن اقلل الايه الجزء بتاعها من 50% مثلا ولا حاجه تمام ماشي، او 75% اوكي تمام كده يا باشمهندسين.
يبقى انا اقدر اتحكم في النقطه دي مثلا ايه ب 50% مثلا شفافيه، هيديك الايه الايه الدنيا تبقى مظبوطه اكتر من الاول. بص كده اهو، هتلاقي هنا الكريستال بدا، الازاز بدا يبان افضل تمام عن الاول، ماشي اوكي تمام. وهتلاقي الدنيا عندك ظبطت بالنسبه للكاسات والازاز والحاجات دي كلها، تبقى برضو ظهرت عندك بشكل جيد. يبقى كده مع تكمله الاضاءه مع تكمله الانعكاس هتلاقي الدنيا عندك بدات ايه، المشهد بدا يفتح اكتر وبدا يبقى مظبوط. طب لو قفلت الاضاءه دي كده شويه، اعتقد ان المشهد كده ممكن يكون افضل من غير الاضاءه العاليه شويه. حاسس ان الاضاءه ممكن تعمل معاك نويز، تعمل لك مشاكل، فممكن نقفلها دلوقتي مؤقتا. واضح يا باشمهندسين الكلام اللي بقوله ده، ولا حد عنده مشكله؟ باشمهندسين الاعزاء، باشمهندسين واضح الكلام ده؟ تمام. طيب تعالى بقى بعد الار جي بي، في عندك ايه تاني؟ الشادو، الظلال بتاعتك اللي موجوده من الضوء بتاعنا، انعكاس الضوء. هطلع برضو فيها الار جي بي، ويفضل طبعا نقفل بيه عشان اتفرج، يعني انا بقفل اللي فوق عشان اشوف الشادو. قال لك اه بص الظلال بقى، بص ادي الظل عامل ازاي، ادي رسمه الظل بتاعت حضرتك على الارضيه، وهنا 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 الظل بتاع الابليك، الظل بتاع الشاشه تمام، الظل هنا بتاع الستاره. طبعا في كميه نويز هنا مش ظريفه كتيره قوي، خلاص طبعا ممكن اعمل ماسك وابتدي اشيل الظلال دي كلها، لكن ممكن اعمل ميكس بسيط هبتدي يوضح لي الدنيا اكتر. هنا الظلال برضو نفس الموضوع. طب انت هنا محتاج بقى الفاتح ولا الغامق؟ يعني الظل طبعا اكيد غامق صحيح، انما الفاتح ده مش ظل، فانت دلوقتي محتاج ان ايه الظل بالنسبه لك. فالظل هنا ممكن نحتاج النوع ايه الغامق، اقول لك برضو الدارك هنا خلاص اوكي، بدا يديك الايه كده. بس طبعا انا شايف ان الدنيا برضو فيها حديه شويه، فانا ممكن اختار نوع ثاني اللي هو المالتي بلاي تمام. اعتقد ده ممكن يكون افضل من الاول شويه، يعني هنا الدارك ده تمام مش ببين او الظل برضو. طب لو قلت له دارك اعتقد كده الظل بقى اوضح شويه تمام. في انواع ثانيه مثلا زي اللينير، بص حرق لك الدنيا خالص تمام. والدارك كلر يعني لا مش نافع، لان برضو في بقع كده، فانا اعتقد ان هنا احسن حاجه ايه المالتي بلاي. طب يا باشمهندس الدنيا كده، اقول لك ما تزعلش، ممكن نخليها مثلا بنسبه 20% او 25% عشان الظل يظهر معاك بشكل جيد، فممكن نخلي مثلا 10% مجرد بس ان انا اظهر ايه الظل بوضوح تمام. يبقى كده ايه في فرق ظل بدا يبان معاك شويه، خلاص ان انا غمقت الظل سنه. معلش عفوا طبعا عشان بتكلم بقالي كتير، فحاسس ان صوتي بدا ايه يتعب شويه ماشي. فالظل هنا كده عندي اهو تمام، ممكن اخليه مثلا 50% تمام خلاص، مع طبعا الانعكاس والانكسار والاضاءه تمام، هتبتدي الدنيا تبان معاك بشكل افضل. بس اعتقد برضو ان الظل هنا مش محتاجينه قوي، لان تاثيره يكاد يكون ها ضعيف شويه خلاص. لا انا ممكن احتاج الظل ده، لا ممكن اقول له الظل ده خليه، انا محتاج الاضاءه مع بقيه الايه اللمعان والانعكاس والانكسار بتاعي تمام كده يا باشمهندسين اوكي. طبعا ده بيرجع برضو لرؤيتك انت للموضوع، يعني دلوقتي بتبقى شايف الموضوع ده اوكي مناسب ولا مش مناسب عندي. خلاص كده يا باشمهندسين واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ ها اوكي تمام. يبقى كده عندي الاضاءه اللايتنج مش مؤثر قوي، الشادو مش مؤثر قوي، لكن الانعكاس بتاعي مؤثر، اللمعان والانعكاس الايه او ظهور الشفافيه بتاعتي برضو من المؤثرات اللي عندي ممكن تكون ليها نتيجه مؤثره تمام. خلاص كده يا باشمهندسين. طيب تعالوا ايه تاني عندي، سبيكلر اللمعه هطلع برضو بيها كده، ويفضل بقى ان انا اقفل اللي فوق دول عشان اشوف بص اللمعان بقى ظهر عندك ازاي تمام. شايف اللمعان، بص اللمعان بقى الايه النجفه والترابيزه والحاجات دي كلها. اه لا ده انا محتاج اللمعان ده يا جماعه عشان اللمعان ده كده. اتفضلي يا باشمهندس شيماء اتفضلي، احنا خلاص يعني ان شاء الله انا بحاول ان اخلص بقدر الامكان. تقدر تفضلي يا باشمهندس اتفضلي. ولا يهمك هندسه اتفضلي معايا تمام. هنا بقى اللمعان بان قوي، خد بالك انا قفلت اللي فوق عشان يبان معايا، اللمعان بتاعي اهو باين قوي طبعا، اللمعان اهو زي ما انت شايف كده، اللمعان ده انا محتاجه طبعا. حتى الزرع فيه لمعان هنا، ما اعرفش ازاي بس هو فيه لمعان تمام، والترابيزه والشمع والكلام ده كله، فانا محتاج اللمعان ده. طب يبقى انا برضو السؤال اللي انا بساله الطبيعي، محتاج الفاتح ولا الغامق؟ تمام اكيد هتقولي الفاتح، لان الفاتحه دي اقول لك انا احطه لي ايه بلندنج على ايه على السكرين تمام. هتلاقي اللمعان هنا بدا يبان، بص كده تمام. بص يعني عايز اوريها لك على حاجه تكون اوضح قوي، تكون اوضح حاجه يكون فيها لمعان قوي. عايز اشوف لك حاجه كده تكون ممكن، اعتقد على النجفه اللي فوق دي كده لو انا كبرت عليها شويه هتبان هنا كده.
لا اشوف لك على حاجه اكبر سنه عشان تبقى معاك. تمام، هنا لو بصيت على الجزئيه دي كده، انا المفروض عندي هنا لمعان، لكن بص لما ادوس كده اللمعان بيوضح اكتر، شايفينها يعني كده؟ بص ده ضعيف شويه، هنا اللمعان بيوضح عندي اكتر في الشوت بتاعي، هتلاقي اللمعان هنا بيفرق معاك كتير. هو كده في اللمعان في الجزئيه دي كده سبيكلر بتاعي بيظهر معايا بالشكل ده. تمام، حتى على الترابيزه هنا لو انت خدت بالك في الجزئيه دي كده، لو انا قفلت اللمعان هنا هتبص تلاقي فرق اللون ايه، مفيش هنا لمعان، لما شغله كده بيبتدي يظهر عندك لمعان هنا. نفس الموضوع في السبوتات، خد بالك يعني السبوت نفسه هنا كده مفيش لمعه على الحيطه، فانا هنا مجرد ان السبوت نازل على الحيطه المفروض يديني ايه، لمعه عندي. اوكي يا باشمهندسين، واضح الكلام ده ولا عيد تاني؟ تمام، فاصبح هنا النجفه بتاعتك او الاضاءه اللايتنج بتاعك بدا يبقى واخد ايه، جزء لمعان افضل واحسن من الاول. واي حاجه فيها لمعه تانية، حتى مثلا لو انت قربت على الترابيزه دي كده او الجزء اللي فوق ده كده، الترابيزه دي مثلا لو انا قفلت اللمعه كده هتحس ان اللمعه لا في تاثير حتى لو بسيط، لكن مديك احساس بلمعان في الشوت بتاعك او الاجزاء اللي محتاجه لمعه. يعني مثلا هنا الجزء ده المفروض ان هو فيه لمعه ستيل، لما بشغله كده هيبان معاك الايه، اللمعه بتاعتك. نفس الموضوع في الحيطه فوق، تمام، لما نقفل كده السبيكلر هتحس ان الدنيا ايه، طفت سنه كده، بيديك لمعه احسن من الاول. اتمنى تكون الدنيا واضحه معانا يا باشمهندسين. اوكي، حتى هنا برضو تبان معاك هنا في الجزئيه بتاعت الايه، الاضاءه اللي نازله دي كده اهو، الجزء ده كده لو انا قفلت اللمعه كده مفيش لمعان، لما تبص تشغلها هتبان معاك اللمعه بتاعتك اهي. اوكي، طيب يبقى موضوع السبيكلر كويس شغال، تمام، ما عنديش مشكله، ممكن اخد لمعان ب 100% ما قللوش. طيب الواير كلر، الواير كلر، تمام، الواير كلر لو طلعت بيه كده ايه لازمته؟ الواير كلر ده عشان لو حبيت تغير هنا لون، فهمت حاجه؟ يعني انا حبيت اغير لون، تمام، اقدر اعمل سيلكشن بمنتهى البساطه، مثلا اقول لك تعالى مثلا اعمل لي سيلكشن على الستاره دي، الستاره دي عايز اغير لونها، تمام، لما ارجع الار جي بي كده يبقى انت ايه، اخترت الستاره بتاعتك، شايفها؟ اقدر اغير اللون بتاعها، تمام. الناس اللي كانت بتقول لي ايه، طب انا حبيت اغير اللون يا باشمهندس وغير اللون ده من ده والكلام ده كله، طبعا انت هنا، انت هنا في الفوتوشوب لما اجي اقول لك مثلا اعمل سيلكشن زي ما كنا بنعمل، تختار لي الستاره دي، تمام، بص هتلاقي في مشاكل، تمام، هتلاقي هنا في مشاكل في الستاره، هجيب لك حاجات ثانيه. طب اختار لي اللون ده، بص عمل ازاي، يعني بختار الحيطه، جاب لك النجفه وجاب لك بلوكات وخرب لك الدنيا تماما. فالاختيار هنا في وسط الالوان رخم شويه، تمام. طب انا حبيت مثلا جه العميل قال لك لا والله اللون الستاره ده مش عاجبني يا باشمهندس، انا عايز اغير لونه، في الحاله دي بنزل الواير كلر خلاص، وابتدي اختار من هنا، اقول له مثلا والله انا عايز الحيطه، اول ما اختار كده هيجيب لك اللي هي الحيطه، تمام، مظبوطه، عايز اغير الستاره هجيب لك ستاره مظبوطه. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ فالواير كلر ده لحاله تغيير اللون، اقدر اختار كده مع الستاره دي، مع الستاره دي، واقول له تعالى بقى ايه الستاره دي يا باشمهندس، تمام، محتاج ان انا اغير ايه الالوان بتاعتها، تمام، اقدر اعرف كده يبقى انا اخترت الجزئيه دي، يبقى ساعتها اقدر اختار اللون، تمام، بتاعي واعمل تغيير للون زي ما انا عايز، او احط ماتيريال ثاني، حتى بقى باترن احط لها اي حاجه ثانيه، ممكن حتى اطلع كده اقول له مثلا ايه تعالى في الالوان بتاعتنا واعمل لاير جديده، وابتدي احط له مثلا زي ما كنت بعمل في الشغل بتاعه، لك تعالى بقى اديني ايه لون مثلا وحط لي لون هنا كده اهو، بص عملت ازاي، وارجع بقول لك تعالى بقى ده انا عايز اغير الماتيريال دي لو سمحت، وادي له باترن ثانيه خالص، تفهمني بقى ايه، ابتدي تظبط الشغل بتاعك، مثلا عايزين اي حاجه فيها، طبعا للاسف ما عنديش اي حاجه فيها قماش خالص، فطبعا مش هعرف اغير بشكل كويس، فمثلا حاجه زي كده يعني تغير الماتيريال بتاعتك زي ما انت عايز، مثلا حاجه زي كده، وتظبط السكيل بتاعها، تمام، حاجه كده، وتقول مثلا يعني لو حبيت تغير، بديك اكزامبل يعني، تمام، انك لو حبيت تغير اي ماتيريال، طبعا بيبقى عندك الماتيريال بتاعتك بقى انت موجوده، حاطط بقى ايه مثلا قماش، حاطط وات ايفر، اي نوع الماتيريال اللي انت تستخدمها، خلاص تبتدي تشتغل عليها. اوكي يا باشمهندسين، مثلا هنلاقي حاجه كده، طبعا هيبقى حاجه يعني شكلها غريب قوي، بس ما علينا، احنا بنظبط القصه بتاعتنا، تمام. يبقى انا كده اقدر بمنتهى السهوله خلاص اعمل ايه، ها، اغير الايه الماتيريال بتاعتي يا باشمهندسين، تمام. يبقى عشان اختار الماتيريال مظبوط، امسح بقى دي خلاص كده، باخدها منين، من الواير كلر عشان تغيير الايه الماتيريال بتاعتنا، خلاص. اوكي، اتمنى تكون الدنيا دي واضحه، طبعا دي خليها تحت لان دي ما احتاجهاش غير في حاله التغيير فقط لا غير، بنقدر نشتغل بيها، ما فيش تغيير خلاص. طيب الزد ديبس، العمق، العمق بتاعنا، العمق بقى، معلش نشيل بقى التحديد ده كده، العمق يعني بيحسسك هنا شايف كده، بص الخط الفاصل ده عشان يديك احساس بعمق المسافه او البعد في المكان،
تمام؟ يعني انا هنا كده عايز احسسك ان في بعد، تمام؟ انا مثلا بتكلم في حوالي 5 او 6 متر، تمام؟ انت ممكن كده تحس ان المسافه قريبه، ممكن يعني كاحساس كده. فبتعمل ايه؟ بتقول لا والله في حاجه اسمها الزد دبس، العمق. خلاص، فالعمق ده لما بتفتحه كده بيديك احساس ان في بعد من هنا. فانت هنا محتاج مثلا اللون الايه، اللون الغامق مثلا، ممكن اقول له مثلا خليها مالتي بلاي، تمام؟ هتحس ان هو اداك ايه، غمقان في البعد كده شويه، ممكن اخليه مثلا برضو ايه نقللها شويه، تمام؟ بيديك احساس ان في عمق في المكان. طبعا احنا هنا الحمد لله عشان ظابطين الشوت بتاعنا كويس، فالتاثير ده كانه لم يكن، يعني احنا ظابطين الشوت والكاميرا وظابطين الكاميرا بتاعتنا وال اللي هو الفيلد اوف فيو، تمام؟ فاحنا ظابطين الكاميرا بتاعتنا مظبوط، فما عندناش مشكله بالنسبه للعمق ده، فتاثيره كانه مش موجود. يعني اما كده بقول ما فيش، يعني بص كده بتحس ان هو ايه، هو غمق لي الشوت وخلاص. فبرضه الايه، الدبس ده انا مش محتاجه، مش لحاجه غير لان الشوت بتاعي كويس. طيب يبقى انا كده خدت الار جي بي، خدت اللمعان سبيكلر اداني شوت كويس، خدت الريفليكشن، تمام ماشي، وخدت الريفراكشن، تمام، عاملين معايا شغل كويس. انما اللايتنج ما اعتقدش ان انا محتاجه خلاص، ولا الشادو، تمام؟ ليه؟ الشادو قفل معايا الشوت، والريفليكشن او سوري اللايتنج عمل لي نويز، فشايف ان هو مش ظريف. يبقى انا هاخد دول كده تحت الايه، الار جي بي. يبقى انا خدت بس فقط اللي انا نفعني، تمام، اللي هو الار جي بي، الصوره الاصليه واللمعان والانعكاس والانكسار، الاربعه دول عاملين معايا شغل كويس جدا بالنسبه للشوت بتاعي، تمام كده يا باشمهندسين. واقدر طبعا هنا ايه، ريفليكشن ممكن ازود واقلل الايه، الانعكاس بص كده، بس طبعا ايه، بدا يظهر عندي نويز، فاحنا اشتغلنا بيها بشوت اقل عشان النويز نقلله. والجزء الثاني برده ده كده احنا كنا واخدينه كده اللي هو كده، بس طبعا بدا ايه زي ما قلنا، بدا يقفل شويه في الازاز بتاعي، فخلينا برده نسبه صغيره بحيث ان انا بحافظ على شفافيه الايه، الازاز اللي موجوده عندي. وطبعا السبيكلر اللمعه، تمام، احنا خليناها 100% لان مش مقصره معايا في حاجه، فمدياني احساس كويس بالنسبه للصوره. في مشكله كده يا باشمهندسين؟ في اي مشكله في اللي احنا قلناه كده حتى الان بالنسبه لتعديلات الليارات اللي احنا خدناها دي؟ ها؟ في حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه كده؟ طيب يبقى انا بقى المجموعه اللي تحت دي كلها، طبعا الفا دي والحاجات دي كلها طبعا مش فارق معايا، ممكن اخد الليارات دي كلها ده لحد تحت كده، واقول له دول انا بقى مش عايزهم، كل دول ايه؟ ديليت، خلاص دول مش مقصرين معايا، هم دول الاربعه الايه؟ الرئيسيين بتوعي، خلاص الاربعه اللي انت شايفهم دول. طيب هل انا كده خلصت كل التعديلات اللي انا محتاجها في اللوحه بتاعتي او المشروع بتاعي؟ لا، لسه في شويه اضافات ممكن اعملها، خلاص؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا ممكن اعمل لمعه للسبوت ده، ماشي؟ السبوت بتاعي ده ممكن اضيف له لمعه، يعني مثلا ممكن اوريك صوره بسم الله للمشاريع احنا كنا عاملينها قبل كده في البوست برودكشن اهي. بسم الله. في اي بروجكت؟ مفيش بروجكت هنا؟ مشاريع فين؟ اه بروجكت، تمام، فاينل بوست برودكشن. يعني مثلا زي المشروع اللي احنا كنا بنتكلم فيه كده، تعالى مثلا لو بصينا هنا كده في الصوره دي، لو انت خدت بالك بص اللمعه بتاعت السبوتات دي، تمام، خلاص السبوتات اللمعه بتاعتنا دي، اللمعه دي لازم احنا بنضيفها. حاجه ثانيه ان الاضاءه دي برضو كده، يعني انت لو خدت بالك من الار جي بي بتاعت دي، هجيب لك ايه اذا احنا كنا فتحناها قبل كده، بس عايز افتحها لك ثاني نبص عليها سوا. فين الار جي بي بتاعتنا؟ بسم الله اهي الار جي بي كلر. بص كده الفروق ما بين دي وما بين دي، يمكن احنا بصينا عليها قبل كده، عايزين نبص عليها تاني كده في عجاله. هتلاقي هنا في فروق شاسعه ما بين ده وما بين ده. يعني بص السبوت هنا خلاص مفيش عليه علامه الايه؟ اللمعه دي. النجفه هنا لو انت خدت بالك، تمام، بص عامله ازاي هنا، وبص على النجفه هنا عامله ازاي. تمام؟ الوهج ده، تمام، مش موجود هنا. فاهمنا حاجة؟ يعني الوهج بتاع الشمعة دي أو الإضاءة دي مش موجود. اللمعان اللي في الكريستال اللي هنا ده طبعًا جاي من السبيكلر اللي إحنا اشتغلنا بيها، هنا مفيش لمعة، تمام؟ فهمنا كده؟ الأبليك اللي هنا ده خلاص مفيش الوهج بتاعه ده. خلاص الوهج اللي هنا ده برضو مش موجود في الأبليك ده. هنا برضو بص الأبيض هنا، بص عامل إزاي مع الإضاءة، هنا الأبيض هنا غير الأبيض هنا خالص. أوكي؟ فهمنا كده يا باشمهندسين؟
فانا هنا محتاج اعمل شويه حاجات او شويه تعديلات هنا برضو. لو بصيت كده على الفاز دي، لو احنا جبناها هنا كده، بص اللمعه بتاعتها هنا عامله ازاي، شايف هنا وشايف هنا، الموضوع طبعا ايه فرق كبير قوي في الشغل ده. الحاجات دي بنعملها ازاي؟ الحاجات دي بنروح نجيب شويه، او في ملف عندنا موجود هنا كده لمجموعه تولز بنشتغل بيها، تمام، اللي هي بسم الله فين، في ملف كده اسمه الفوتوشوب لايت، تمام. الملف ده بنفتحه كده، ده ملف موجود خلاص فيه بعض تاثيرات الاضاءه اللي هي حاجات زي كده. انت عايز انهي لمعه من دول بقى؟ انت خد اللمعه اللي تعجبك، لمعه اضاءه، لمعه شمس، لمعه اي اي اس. هو ممكن بعض الناس تنسى، بس طبعا خد بالك ان الاي اي اس ده بيبقى معتمد على الفرونت فيو بتاعك، تمام. لو بتعمل سيكشن مش هينفع طبعا، عندنا حاجه في الجانب والكلام ده كله ممكن ما تبقاش ظريف. فعندك اللمعان والحاجات دي كلها، اختار اللمعه اللي تعجبك وحطها على الشوت بتاعك، وطبعا ايه طبقا للاضاءه او لا. فالملف ده كده موجود اهو، تمام. ممكن لو فتحناه هنا كده في الفوتوشوب هنا كده اهو، هتلاقي اللمعات او الاجزاء بتاعتك هنا كده موجوده. تعالى مثلا ناخد اي لمعه مثلا، وليكن اللمعه دي كده ماشي، وناخدها نحطها عندنا هنا مثلا في الفايل ده، تمام. اوكي اهي ادي اللمعه دي، فهمناها كده يا جماعه، ادي اللمعه بتاعتنا اهي، شايفينها كده ولا في مشكله؟ اوكي نزلت لاير اهي، وابتدي ايه اظبط اللاير دي بتاعتنا زي ما انا شايف مساحتها تبقى عامله ازاي مثلا كده، واخد اللمعه دي اطلعها احطها فين، عفوا كنترول زد، اخد اللمعه دي كده اهي، واكبر كده الشوت بتاعي شويه، واخد اللمعه دي اطلعها لفوق كده شويه. طبعا الصوره ممكن واحد يقول لي الكواليتي بتاع الصوره يا باشمهندس مش حلو قوي، بس عشان قلت لك احنا عاملين ريندر اساسا باقل الاعدادات، تمام. فاحنا نحمد ربنا ان احنا طالعين بحاجه بالكواليتي ده، يعني احنا طبعا الصوره مش كواليتي عالي، تمام. فلما بنعمل زوم عليها بتبقى مبكسله، فهمنا يا باشمهندسين؟ لما بنعمل زوم عليها بتبقى مبكسله خلاص. ليه؟ لان احنا واخدين ريزوليوشن صغير. اعتقد ممكن نصغر برضو كده شويه، يعني كلمعه كده بسيطه، ونحطها على هنا كده مثلا في نص السبوت كده بهدوء، تمام. عينيا يا باشمهندس عشان حاضر، بس استاذنك فكريني بس بعد كده ابعته لكم، حاضر، ولا فكريني لي اهو على الجروب على طول، معلش مره واحده عشان نخلص، تمام، عشان ما انساش، معلش اهو، يلا عشان ايه يبقى ايه بدل ما انسى يبقى مره واحده على طول. ممكن باشمهندس زي ما انت عايز، يعني انا ما عنديش مشكله، بس الملف موجود انا ممكن اشتغل بيه عادي. عايز اشتغل بروش اوكي زي ما انت عايز، بس البروش ممكن هوريك انا اللي ممكن اعمله اللي هو الوهج بتاع البلوكات ازاي، تمام. طيب ده كده خلاص انا عملته، ممكن اخرج من بره كده ابص عليه هتلاقي منظر الايه السبوت، يعني في لمعه ممكن نحتاج نكبرها شويه ولا حاجه. طبعا انا ببص من بعيد كده اظبطها، وبعدين ايه ابتدي اظبط عليها اللي انا عايزه، تمام. اظبط هنا كده، تمام، واظبط الايه السايز بتاع اللمعه زي ما انا محتاج ان انا او ان انا محتاج ان انا اشوفه. ممكن اقربه كده هنا شويه، ممكن اكبره كده سنه، تمام، واطلعه لفوق كده شويه، يعني حاجه زي كده. طب نكبر كده ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي، هل كده واضح؟ اعتقد كده يعني سنه بسيطه اوضح، ماشي. فممكن اشتغل على السايز ده خلاص، او ممكن اكبر السايز شويه لو انا محتاج ايه، او انا شايف ان انا ممكن اكون محتاجه. وطبعا افضل ان يكون السنتر بتاعه على السبوت بالظبط، عشان يبقى التأثير أوقع وأحسن، تمام؟ طيب وابتدي آخد بقى من ده على إيه؟ عفوا، آخد نفس اللمعة دي كده أعمل له ها كوبي منها برضو، بياخد حاجة تانية معلش، آخد كده برضو يا عم في إيه بس، أحاول على قدر الله. طبعا الموضوع بقى إيه متعب شوية، لكن هنحاول برضو. هو ليه بياخد حاجة تانية مش عايز يشتغل معايا ده؟ طيب ماشي اهو، ولا تزعل نفسك، خدناها من عند الليارات هنا كوبي، ايوه تعالى بقى كده، واخد بقى كده ايه برضه، واضح ان البتاع ده فيه مشكله شويه اهو كده، تمام، وابتدي انقله بقى كده اوكي، تمام ماشي. وابتدي اخد برضه ايه من نفس الجزء ده كده انقله
معايا للجزء التاني اللي هو ده كده، تمام؟ اهو بنقلهم كده ايه واحده واحده لبقيه الايه السبوتات بتاعتي، هنا برضو واحده هنا اهي. في سبوت تاني ولا في حاجه تانيه؟ لا في واحد هنا اهو، تمام. اوكي، وعملنا كده ايه، نشوف كده الشوت، هتلاقي كده منظر الاضاءه. بص السبوتات بقى شكلها افضل واحسن من الاول عندنا، تمام كده يا باشمهندسين؟ في مشكله في اللي احنا بنعمله ده او اللي احنا عملناه بالنسبه للسبوتات دي؟ حد لاقي سؤال فيها؟ طيب في عندي حاجه تانية برضو ممكن ان اعملها، زي مثلا سي الوهج بتاع الشمع ده. يعني الشمع ده كده، ده مش لوجيك، يعني الشمع ده المفروض يكون فيه وهج كده شويه على الشمع. طبعا ما عنديش طبعا هنا الاباليك ما فيهاش وهج، لان الاباليك ما اقدرش احط عليها وهج، هنا الاضاءه بتاعتها اعتقد كافيه. فانا ممكن احط مثلا وهج على الشمع هنا، عايز الشمع ده يبقى فيه وهج شويه، وبرده النجفه اللي فوق. فالوهج ده نعمله ازاي؟ تعال بقى ما نجيبلوش، يعني ممكن اجيب برده حاجه جاهزه للوهج واشتغل عليها، اي وهج من دول اشتغل عليه. لا انا مش عايز اعمل كده، تعال نعملها مثلا سيب البروش مثلا. المره دي بقى نشتغل ايه، عشان برده الباشمهندس الباشمهندسين كان بيتكلم برده في البروشز بتاعتنا. فتعالى مثلا عندك البروش فين اهي، خلاص. طبعا في البروش اشكال وانواع، بروش تول، تمام، بحجم كده. ممكن ايه نكبرها او نصغرها شويه زي ما انا عايز مثلا، ونختار لها شكل الانتشار بتاعها يكون كبير شويه، وده يكون حاجه زي كده، خلاص اوكي. وممكن اديها كلر، لون، ناخد اللون الاصفر اللي هو مقارب على ممكن ده كويس، او ده كده مثلا كاننا بناخد لون اضاءه الشمع الكاندل يعني، اوكي. ونقول له اوكي، ونيجي هنا وندي له مثلا وهج بروش كليك كده. ايه رايك؟ كليك هنا، بص على ايه، على قد الشمع كده كليك، تمام. واخدين بالكم انا بعمل ايه يا جماعه؟ تمام. مثلا ممكن اجي على الوهج ده كده ومدي له كليك كده، وهج، وهنا كليك اهي، تمام، وهنا كليك كده كلام اهي، تمام كده يا باشمهندسين، خلاص. البروش يا باشمهندس بتكبر من هنا اهي، السايز بتاعها كده لما تكبر تحديد كده السايز اهو، شايفه؟ اوكي باشمهندس محمد ابو بكر، السايز اهو اقدر اكبر واصغر من هنا، ماشي اوكي اهو في السايز بتاعها كده. ابتدي بقى ايه، ممكن ازود مثلا لو انا عايز ازود الكلام، ممكن اعمل كليكات اكتر، ازود الحجم بتاعها، ماشي. هنا نفس الموضوع، انا ممكن ادوس كليكتين مثلا، ادي كمان واحده الثالثه، ادي واحد اثنين، ادي اثنين مثلا. بحاول ان انا ايه ازود التركيز بتاعها شويه. نفس الموضوع هنا وهنا وهنا، اوكي تمام. في شمع تاني ولا حاجه؟ اي ثينك مفيش، هم دول بس. يبقى كنترول زيرو كده، هتلاقي وهج تاثير وهج الشمع بان عندك اهو زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده البروش عندي بدات تستخدم، اعتقد كده الدنيا بقت واضحه قوي من بعيد كده اهو، اضاءه الشمع زي ما انت شايف كده. طبعا بخلي احاول اخلي حجم البروش على قد الايه الوهج او الاضاءه او الشعله بتاعت الايه الشمعه بتاعتنا بالظبط. طيب النجفه اللي فوق دي يا باشمهندس مش بتداني احساس ان في اضاءه. طب لو جيت كده رحت دايس كده كليك، بص شايف، ايه رايك؟ تمام، بص كده وادوس مثلا كده اهو، تمام. ايه رايك في اللي انا بعمله ده كده؟ بص كده تاني اهو، طبعا هو احساس طبعا ضعيف قوي، لكن اهو باجي مثلا كده وادوس كليك مثلا كده، شايف اهو، ممكن ادوس كذا كليك ورا بعضها يديك احساس ايه اكبر شويه، تمام، كمصدر الاضاءه كده اهو. فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى انا كده ايه، دي افضل من دي، يعني بص دي كانها مقفوله خالص، مضلمه تماما هنا كده. فممكن مثلا لو جيت دوست كده كليك عليها اهو، شايف كده، تديك ايه نقطه اضاءه بسيطه كده اهو، تمام ماشي. طبعا هي ما هياش قويه قوي زي الثانيه، لكن ممكن تاخد الشكل كله براحتك، تمام. يعني ممكن برده كده اهو، شايف الاضاءه دي كده اهي، تمام، هنا برده كده اوكي. طبعا كل كليكه بتعمل زياده في الوهج، طبعا ورا بعض اهو، ده كده بيعمل لك حوالي يعني نوع كده من انواع الايه زياده شده الاضاءه بتاعتنا. فده ممكن اظبط مثلا الاضاءات دي كلها على الاضاءه دي كده اهو، مثلا هنا كان في اضاءه حتى لو ضعيفه، لكن في اضاءه موجوده جوه في الشوت بتاعنا اهو، او في النجفه مثلا كده اهو. ممكن تزود اللون او تزود شده الايه البروش، ما فيش مشكله، يعني ممكن تزود الايه شده البروش وزود اللون، ما فيش مشاكل، ممكن اجي فوق كده اهو، تمام كده يا باشمهندسين. فده استخدام البروش بتاعنا لو عايزين نشتغل في البروش، تمام اوكي. يبقى كده احساس النجفه ان في اضاءه، ممكن والله مثلا ازود مثلا حده البروش شويه، تمام. ده ممكن بدل انتشار قوي قوي كده خلي انتشار اقوى سنه مثلا، حاجه زي كده، خلاص. واجي ايه اعمل زومنج كده واشوف لو انا حاولت ازود كده سنه،
مش فارق كتير، ممكن ازود حدتها بقى، مضطر بقى ايه اعمل ايه. تمام، لو انا عملت كده لا هتبقى شكلها يعني مش ظريف شوية، تديني سيركلد كده. انا عايز حاجة ممكن حاجة زي كده، مش فارق اللون يعني، هو لا ممكن يكون عشان لون ابيض يعني، ما عنديش مشكله لو عايزين ابيض خالص اوكي، بس هي اوريدي لونها اصفر يعني، هي المفروض لونها اصفر يعني، ابيض هتبقى نفس التاثير قوي. لا هو المفروض ان اللون بتاعها زي ما احنا كنا شغالين اللون اللي هو الاصفر، اعتقد هيبقى اظرف لان هيبقى ملائم اكتر للشغل بتاعنا يعني. تمام يا باشمهندسين، اوكي يعني هي زي ما احنا كنا شغالين افضل واحسن من اللون الابيض يعني. تمام، احنا ممكن نغمق اللون مثلا، نصفره سنه كده ولا حاجه، ممكن ده يظهره سنه اكتر. هو غمق، هو التاني كان افضل اوضح، افتح كده ماشي معانا. تمام، اعتقد التاني كده افضل يعني، هو اصفر اصفر يعني، يعتبر اول درجات الاصفر يعني. تمام كده، ونبتدي نديله بقى اللون بتاعنا، بنوضحه كده على قد ما بنقدر، طبعا كليكات كده ايه يدينا احساس بالاضاءه اعلى. تمام خلاص، لان طبعا ما اقدرش ان انا ازود له افكت زي لمعه السبوت، ما تنفعش معايا طبعا. تمام، لكن كده احنا بنحاول ان احنا نعالج النقطه بالراحه كده بهدوء. تمام، بنديها احساس بس ان احنا عندنا ايه اضاءه موجوده عندنا. تمام، اعتقد كده الدنيا يعني الى حد ما في احساس ان في اضاءه جوه الايه النجفه بتاعتنا. تمام، ممكن برضو نفس الموضوع ناخدها على الجزء اللي هناك خالص ده. تمام، اللي هناك اللي مش باين له اي حاجه في اي حاجه ده خالص في اخر الاوضه ده. تمام، ما اعرفش ده ايه ده، بس طبعا محتاجين نصغر البروش، ممكن نخليه كده زي ما هو، اعتقد كده يمكن معقوله شويه. تمام، من بعيد كده تحس ان في وهج اضاءه على الاقل. تمام، فالدنيا اعتقد معقوله بقدر الامكان، اعتقد مفيش حاجه تانية محتاجه مننا وهج او احساس اضاءه. طبعا هو باين قوي افضل كتير قوي بالنسبه للشمعه، خلاص لو احنا خدنا بالنا ظهرت اضاءه الشمعه بشكل كويس. تمام، واعتقد ان كده بالنسبه لنا مفيش حاجه تانية ممكن نضيفها على الفايل ده حتى الان، اعتقد ان الفايل يعني الى حد ما كويس. تمام، طيب اخر حاجه خالص طبعا بقى ممكن نعملها في الفايل ده، في تولز كده جميله جدا. طبعا ده بقى التاثيرات الايه اللي معانا اهو خلاص، وتاثيرات الانكسار والانعكاس. تمام اوكي ماشي، وتاثيرات الايه الريفليكشن بتاعتنا. تمام، الدنيا زي الفل. طيب اخر حاجه بقى خالص عشان نبتدي نفنش الشغل بتاعك، طبعا انت عايز تحط التكست بتاعك بقى انت حر يعني، انت بتحط اللوجو بتاعك. مش عارف انا اللوجو عندي هنا ولا لا، مش عارف هيبقى موجود قدامي حاليا ولا مش موجود. بسم الله، اللوجو بتاعي فين؟ اللوجو 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 مش عارف طبعا هلاقيه هنا ولا لا، عشان برضو بعض الناس اللي تحب الايه فين فين كان في البروجكت، اعتقد ممكن يبقى اللوجو موجود على البروجكت هنا اساسا. تمام ايوه، ممكن ده البوست وده الكاميرا. طب نبص كده هنا، لو فتحنا ده كده لا، حتى اللوجو مش موجود هنا، غريبه جدا، ولا ممكن يكون مقفول. طبعا هتلاقي هنا في تاثيرات وحاجات كتيره قوي احنا حاطينها، لكن قصص تانية خالص بقى، دي ممكن بقى في حاجة تانية، لكن طبعا ما عندناش وقت ان احنا نقعد نشرح كل الديتيلز دي. طيب ما علينا، مش مهم اللوجو دلوقتي، مش لاقيينه او مش عارفين هو فين، تايه مننا خلاص، فده نبقى نشوفه بعدين. بيتحط اللوجو. تمام، اعتقد اللوجو كان باين هنا لو انتم شفتوه، اللي هو اللوجو. طبعا كل واحد بيعمل لنفسه بقى اللوجو بتاعه او بتاع مكتبه او شركته، ده اللوجو بتاعي انا اللي مصممه لنفسي وانا اللي عامله. طبعا ده بيحفظ حقوق الملكيه بتاعتك، ان انت اللي انت اللي عامل الشغل ده، اثبات لنفسك انت، فبيبقى اللوجو باسمك. يفضل طبعا اسمك يكون مكتوب، بلس لو ليك شعار للمكتب او للشركه او لحاجه زي كده خلاص. انا عامل برضو الديزاين بتاعي ده، انا مصممه لنفسي يعني الحمد لله. لازم تحط اللوجو بتاعك وتحطه في مكان ظاهر وما ينفعش يتشاف خلاص يعني. اللوجو ده مثلا ممكن تحطه فيه، بعض الناس بتحطه في وسط البلان، انا طبعا ما بحبش القصه دي، لكن في مكان ما ينفعش يجي قص هنا كده يعني، هو جه قص هنا كده يبقى قص، يبقى باين قوي ان هو قاصص الايه الكرسي مع الدنيا دي كلها. فانا بحطه في مكان
واضح وفي نفس الوقت ما ينفعش ان هو يتشال. يعني في بعض الناس ممكن يقول لك ايه، طب انا هشيل لوجو، اخد شغل غيري واشيله والكلام ده كله. اوكي، فبيتحط في مكان، لو هو جه قص هنا كده هيطير الكرسي وهيطير الايه، في حاجات جزء من ايه من اللوحه هتبان ان اللوحه مقصوصه او متعدل فيها. فاللوجو بالنسبه لنا بيبقى برضو حاجه مهمه تقدر تحط الايه او تحفظ حقوق الملكيه بتاعتك في الشغل بتاعك. طيب اخر حاجه واهم حاجه بقى، اخر حاجه واهم حاجه في النقطه دي عشان نخلص الوقت بتاعنا، في عندي حاجه هنا في الكاميرات تمام عشان الناس بس تبقى فهماني. بسم الله، على الشوت بتاعنا ده كده في عندي حاجه هنا في الفلاتر، حاجه اسمها كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر، الجزء ده تمام حاجه مهمه قوي وممكن توفر علينا اللي عملته اللي فات ده كله. يعني انا لو قفلت اللي فات ده كله تمام، السبيكلر والكلام ده كله، ممكن توفر معايا الكاميرا رو فلتر دي القصص دي كلها، او تبقى في الاخر كده ختمه جميله تقدر تظبط دنيتك بيها. اسمه كاميرا رو فلتر. لو فتحت الكاميرا رو فلتر كده، ركز معايا بقى في اللي احنا نعمله ده، فتح لك نفس الصوره. خلاص ركز قوي لان الموضوع ده اهم من اللي احنا قلناه اللي فات ده كله. بيديك هنا ازاي تعدل على الصوره بكل اللي انت عايزه تمام. يعني هنا مثلا الجزء الاولاني تقدر تعدل في التمبريتشر، درجه الحراره. يعني ايه درجه الحراره؟ ممكن تخليها وور تمام، ممكن تخليها كول. فهمت حاجه؟ يعني ممكن تحاول الشوت بتاعك لوور حاجه زي كده خلاص، وممكن يبقى كول يعني تلعب في درجه الاضاءه بتاعت الصوره تمام. التنت بتاعك ممكن تبتدي تغير في درجات الالوان، الصباغه بتاعتك بوست ممكن تخليها ايه على لون تاني او تخليها مثلا على لون مختلف. انا طبعا هنا لا بخليها زيرو زي ما هي، ما عنديش مشكله. يبقى انا بس خليتها بس ايه جاست ورم شويه 10 ولا حاجه خلاص، يعني لان عندي سبوتات وعندي اضاءه فانا محتاج انها تكون ورم اكتر. الاكسبوجر فاكرينه انتشار الضوء، ممكن كده بص بيفتح معاك الصوره وكده بيغمق الصوره. يعني بدل موضوع الشادو اللي احنا كان عندنا مشكله فيه، لا ده انا ممكن اغمق شويه الظل تمام، سوري عفوا، ممكن اغمق الظل شويه من هنا اهو خلاص، وممكن افتح. يعني عندك الصوره غامقه ولا حاجه ممكن تفتحها سنه مثلا حاجه زي كده. يبقى موضوع الشادو اللي كان عندي مشكله ومسحته، لا ممكن عادي اعالج النقطه دي من عندي من هنا. طيب الكونتراست بتاعك، الحده او الوضوح بتاع الصوره، بص كده الفرق هنا، بتحس الصوره بهتانه شايف، وكده الصوره بتاخد ايه وضوح اكتر، فكده كاني بزود ريزوليوشن. فممكن اقول مثلا 20% كويس زياده، يبقى انا ظبطت الدنيا شويه. الهايلايت تمام ماشي، الاضاءه بتاعتك بتزود تمام او تقلل. بص هنا خد بالك من الستاره، هتبان معاك في الستاره قوي، انما الهايلايت كده بص لما ازوده تحس ان من شده الاضاءه قوي الستاره ما بقتش باينه وهك شديد قوي. لا فانا لو قللت مثلا كده ممكن ايه اوضح الشباك او اوضح ما وراه بهدوء كده بالراحه، ان انا بتحكم في الوهج او الهايلايت بتاعي شويه. طيب الشادو الظل، ايه ده انا عندي برضو الشادو اهو، اقدر ازود واقلل الشادو زي ما انا عايز. يعني نفس المشكله اللي كانت عندي هناك ما كنتش عارف احلها، لا ده انا ممكن هنا الشادو اهو ازود الشادو واقلله تمام بدرجات جميله جدا ببساطه. يبقى انا بكده بوضح الصوره عندي كويس. يبقى الامر ده اهم من اللي احنا شرحناه اللي فات كله بالنسبه للبوست برودكشن. يبقى انا كده ببتدي اتحكم في الكاميرا فلتر لو من خلال كل اللي انا عايزه تمام، سواء الاكسبوجر الورم او الكول كل ده. طبعا بتلاحظ الوضوح عندك، الوايت الابيض درجه الابيض تمام، بص كده بيفتح لك الصوره، بص ابيض او بيغمقها تمام درجه الابيض. طبعا هنا خلاص انا خدت الشادو والكلام ده كله، اعتقد الصوره كده انا شايف انها مناسبه واضحه جميله جدا، وزودنا الوضوح بتاعها كمان شويه. اوكي طيب البلاك، عايز تزود درجات الاسود او تفتح او تغمق، بص كده بص بيغمق الشوت اهو، لا فاحنا برضو دي ما لهاش تاثير قوي. الكلير او الكلاريتي الوضوح تمام، بص كده بيعمل لك كلير قوي، وضوح قوي حاد. يعني تبقى بص هنا بقول لك ايه زي ايه نغمشه كده شايفها. فالكلير ممكن تزود حاجه بسيطه قوي ان هو يعمل لك ايضاح اكتر تمام، هيبان قوي في الحدود دي شايفها، يعني حدود الجزء بتاع البانوهات مثلا تمام. لو انا عملت كده هتلاقي الوضوء الحدود مش باينه قوي. لو انت عندك مثلا شغل ديتيلز كتير عايز توضحه سنه، فابتدي سوري انا بوظت الابيض تمام، انا بتكلم في الكلير تمام. لو انا عملت كده بص هتلاقي ايه الحدود بدات تبان اكتر وتوضح اكتر. فهمنا كده يا جماعه؟ واضح الكلام ده؟ ماشي؟
في مشكله في اللي انا بقوله كده حتى الان، فتقدر توضح ايه، تعمل تبقى حدوده حاده قوي. مفيش والدنيا معاك تمام خلاص، بتسيبها زي ما هي زيرو، لا بتزود ولا بتقلل. هنا بقى برضو الفايبريشن بتاعك، الدرجات الالوان بتاعتك تمام، بتلعب في درجات الالوان. الساتوريشن بتاعك برضو نفس الموضوع، شايف كده بيقلب على اصفر قوي او بيبتدي على ابيض او ابيض واسود. بعض الناس ممكن يعمل الشوت عامله بعد ما يعمل كده عامله ابيض واسود كده، الله فرحان قوي يقول لك كده بص ابيض واسود كاني واخد شوت ابيض واسود بتاع زمان. اوكي اتس اب تو يو تمام، ممكن احوله كده ابيض واسود صريح يعني خلاص، واطلع لك شوت كده اقول لك الله بص كده صوره بعملها بايه من ايام الزمن القديم يعني تمام. في بعض الناس بتحب تعمل كده يعني اوكي، فانا اقدر اعدل الحاجات دي. خد بالك كل الكلام ده من فلتر واحد بس انا شغال عليه. طيب في ايه تاني هنا؟ قال لك هنا برضو نفس الموضوع، ممكن اتعامل مع المشهد بشكل عام بقى كله يعني، بس عايز الهايلايت اقدر ازود واقلل تمام. بص كده اهو اللي هي اللي معانا الهايت لايت زي ما انت عايز. بص ده كيرفت كيرف بتاعه، بتعمل بقى نفس الفكره بس بتعمل بكيرفات تمام. لو انت بقى ايه محتاج تعدل شويه او متمكن شويه، ممكن برضو اللايت اهو ممكن ازود الاضاءه واقللها زي ما انا عايز ماشي خلاص اوكي. ممكن 10 كفايه تمام. الدارك ماشي نفس الموضوع، الاماكن الغامقه والكلام ده اعتقد مش محتاج. الشادو الظلال لو عايز تزود الظل او تقلله براحتك برضو، اعتقد برضو مش محتاجينه. طيب تعالى هنا مثلا ايه الشارب بقى اللي هي الوضوح الحده تمام. الاماونت بتاعها ممكن تزود كده. بص بقى اللي هتلاحظ هنا في قوه عاليه قوي في الصوره، بص حدود حاده قوي. ممكن اجيبها كده شويه عش عفوا على جزء مثلا هنا كده، هي تعبنا بقى في موضوع الزوم ده خلاص. مثلا تعالى في الحده دي كده، بص هنا كده في الجزء ده لما اجي اقول لك مثلا هنا الشارب هنا زيرو، بص الحدود تحس انها ايه ها مبهمه شويه. لو حبيت اظهر الحدود قوي فممكن اقول له مثلا ايه شارب كده شويه، تدي واحده واحده تبتدي يظهر لك الايه الحدود بحده خلاص. بص كده اهو الكلام ده بينفعني انت لو عندك حاجه مثلا كلاسيك قويه قوي وتفاصيل بقى جبس والحاجات دي في الحيطه، فالشارب ده بيوضح لك التفاصيل دي. لو عندك اي ديتيلز زي الصوره اللي كنا عاملينها قبل كده في التفاصيل اللي هي بتاعت الاجزاء دي كلها، فاقدر اعملها شارب تاخد شكل اوضح اكتر من الاول تمام. يعني برضو الاجزاء دي كلها هي برضو تقدر تظهر ايه بوضوح تمام. فانا بديها حده للحواف بتاعتها لو انت محتاج حاجه زي كده، فاهمنا كده يا باشمهندسين؟ لو انت محتاج حاجه زي كده بص، بس ايه طبعا الكلام ده محتاج ريزوليوشن يكون كويس. بس هنا طبعا لو انت زودت كده شويه بيبان معاك كده عادي. لما تزود قوي كده بص عامله ازاي، شايف حته قويه، ممكن تزود الحده بتاعتها بحاجه بسيطه قوي تمام، كنوع من انواع ايه تظبيط الصوره مثلا لو انت حابب يعني. ممكن تديله 10 في ايه 10 درجات ولا حاجه خلاص. الديتيلز التفاصيل تمام، التفاصيل بتاعتك برضو اظهار التفاصيل عندك خلاص بنسيبها زي ما هي. ايه سوري اريديوس، وبعدين عندك الديتيلز تحت منها. الماسكينج طبعا، الماسكينج ده تحط ماسك على حاجه، بس ما عندناش ماسكينج في اللوحه، ما استخدمناش اي ماسك هنا خالص تمام. النويز تمام، تقدر تلعب في النويز بتاعتك زي ما انت تقللها تزودها هنا تقريبا كده. النويز تكاد تكون، بص بقى هنا الفرق، شايف هنا من بعيد كده بص النويز عملت ازاي هنا. لو انا كده خليتها هنا النويز باينه اهي، شايفها اللي احنا كنا بنقول المشكله بتاعتها لو انتوا فاكرين النويز فوق اهي. لو انا جيت قللت النويز كده شويه بص بدات ايه النويز تختفي. طب زودت كمان شويه النويز بدات تختفي اكتر. طب لو زودت كده تمام بص النويز بدات ايه ما تبانش. يبقى دي كانت مشكله اللي كانت مضايقانا من هناك، جزئيه النويز بتاعتنا خلاص. فلو في نويز بيبتدي سموثنج شويه، ممكن اخليها مثلا 50% ايه، هتلاقي النويز بتاعتك او مثلا 60% خلاص، هتلاقي اغلبيه النويز اللي عندك شبه اختفت تماما من الشوت بتاعك مش مهندسين اوكي. فجزئيه النويز اللي احنا كنا بنتكلم فيها خلاص بالنسبه لي شبه ايه راحت من عندي تمام خلاص. التركيز برضو الكونتراست بتاعك، التركيز بتاعك او الحده بتاعت الصوره اوكي، تقدر تزود بقى برضو بيها زي ما انت عايز. دي كلها مجموعه تولز مهمه قوي بنشتغل عليها. هنا بقى تغيير الالوان او تلعب في درجات الاحمر والاورنج، يعني انت مثلا شايف الاصفر شديد شويه ممكن تقلله او تزوده، تحكم في درجات الالوان. طبعا الموضوع ده محتاج شويه سنس في درجات او التعامل مع الالوان بتاعتنا ماشي خلاص. طبعا هنا الايموشن ده زود عندي شويه البهتان بتاع الصوره كده اعتقد اوضح شويه، ممكن نصغرها بس حاجه بسيطه فقط تغيير عشان ايه ما يبقاش فيه بهتان عندي في الصوره. طيب هنا عندك برضه الهيو ساتوريشن لايتنج والشادو برضه نفس الموضوع بتاعه تمام. عندك هنا برضه ايه
لعبه كده من الناس اللي بيلعبوها تلاقوها على النت موجوده، يبتدي يعمل لك الصوره مقعره تمام كده، او حد بعض الناس بيعملوها كده في الدعايه الاعلان، تلاقي الصوره مقعره كده خلاص، او الصوره محدبه كده مثلا يحطها مثلا في اعلان او حاجه، تبقى الصوره ممطوطه بالشكل ده كنوع من من اللعب في الصوره، او ان هو بيقول لك بقى ايه، لا ده انا ايه، بص بقى انا بتحكم في بعض الناس بيعملوها بالكاميرا بالماكس، لكن هي موجوده عندي هنا خلاص، انا بتحكم برضه لان عندي اللينس اهي، كوريكشن اهي برضه موجوده، ده زي ما اللعبه في العدسه بتاعت الكاميرا بقدر اعدل فيها كده، اما اخليها محدبه او اخليها مقعره زي ما انا عايز. في برضه عندي هنا الفانتج مثلا، ده لو انا رجعت مثلا خليتها زيرو زي ما هي كده، ان انا بدي حواف للصوره كده سمراء من هنا، فممكن ازود الفينتج هنا كده، بص بص كده ايه، في جزء كده الاجزاء دي غامقه شويه اللي هي الجوانب بتاعته كده اهي خلاص، اللي هي الاجزاء دي معرفش تو واضحه معاك ولا لا، الجزء ده كده لو انا كده من غير بص كده بخليه ابيض اهو، شايفينه الجزء ده ابيض، بس طبعا غير بيسبوك ممكن تخليه مثلا جزء شويه كده كانه في تدويره ل الصوره بتاعتك كده، ده الجزء فينتج برده موجود في الماكس، لكن هنا بقدر اعمله من هنا بمنتهى السهوله بدل ما اتعب نفسي في الجزئيه دي تمام. طيب ايه عندي تاني؟ يعني كل التولز دي خلاص ما اعتقدش هي الشمعة وهج هنا ما هنا خلاص، ما انا هنا اشتغلت فلتر تاني خلاص، بس اما نشوف في الاخر هيبان عندي ولا لا، انا شغال بس الفلتر على الركنه وبعدين هنشوف بيت الوهج ده معانا في الاخر لما اخلص. اوكي باشمهندس ايمن. طيب إيه عندي هنا برضو الكاميرا، بتحكم في الكاميرا بتاعتي هنا، مديك الكاميرا خلاص، وايه الشادو بتاع الكاميرا والريد والجرين، تحكم برضو في الدرجات هنا عندي برضو إيه، لو في برسيتس جاهزه او اعدادات جاهزه انت بتجيبها بتنزلها عندك. خلصت الكلام ده كله كده مثلا وانت خلاص شايف الدنيا كده تمام بالنسبه لك والدنيا زي الفل تمام. في عندنا حاجه هنا كده محتاجه نظبطها شويه، كانت ايه الالومنيشن دي، خلاص ده الالومنيشن ديتيلز تمام، كانت بتاعه قلنا دي الجزء بتاع النويز تمام، كنا عاملينه بس 10 تقريبا صح، الشاربن اوكي، الريديوس الديتيلز اوكي ماشي، الوضوح ممكن نزود الشارب شويه، الوضوح ممكن نخليه سنه كده بسيطه عشان يوضح الحدود اكتر تمام. اعتقد ما فيش عندي حاجه ثانيه ممكن اشتغلها، اكسبوجر تمام، الكونتراست ممكن نزود التركيز بتاع الصوره سنه، الاكسبوجر اعتقد كده مش هنزوده قوي، خليه كده يعني الى حد ما، الهايلايت ممكن نقلله سنه عشان الاضاءه اوكي، يعني ما عنديش حاجه ثانيه كده ممكن نشتغل عليها، اعتقد كده الدنيا الى حد ما مظبوطه ومعقوله. هقول له كده اوكي عدل لي بقى، خد بالك ان الصوره دي لو بصيت دي عندي بقى، شايف دي عندي، شوف بقى الكاميرا فلتر لو عملت لك ايه، دي عندي، شايف الفرق كده؟ ها ايه رايك انهي احسن فرق، اليمين ولا الشمال؟ شفت كده، فلتر واحد عمل كل اللي انا كنت بعمله من شويه على الصوره الاصليه، وش فرق باين قوي ما بين الاثنين، يعني فرق باين عندك هنا في اليمين عن الشمال تماما، ولا انتوا ايه رايكم؟ تمام؟ فالفلتر ده من الفلاتر المهمه جدا جدا جدا، وضح كل حاجه عندي بقوه وخلالي الصوره اوضح واحسن من الاول بكتير، هنا تحس انها باهته تمام؟ هنا انا بقى ايه؟ لا خدت شوت جميل وبقت الدنيا عندك مظبوطه زي الفل. خلاص بقى ثبت الكلام ده، لازم تقول له هنا ايه؟ اوكي كده يا باشمهندسين، اقول له كده اوكي خلاص اظبط لي بقى الدنيا دي، هتلاقي الصوره ظبطت معاك بالشكل ده. طيب الوهج والحاجه رجعت تاني هي باشمهندسه اللي كنت بتسال عليه، لان كنت شغال على ار جي بي بس بعدل في الاصل بتاعي تمام، بعدل في الاصل، كل بقى الفلاتر وكل الحاجات دي كلها ظهرت معاك تاني زي ما هي طبقا للترتيب اللي احنا عاملينه عندنا يا باشمهندسين. اوكي حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه كده؟ يبقى انا كده خدت الشوت النهائي بتاعي بعد ما عدلت بالفلتر ده، وجاهز ان انا احط اللوجو بتاعي عليه، هدور على اللوجو كده عشان بقى خلصنا الشوت بتاعنا، بالتالي ممكن نلاقي فيه هنا اي حاجه من اللوجوهات مثلا كده، ممكن نحط اي لوجو بسم الله تمام، نحط بقى فين اللوجوهات، اللوجو كان فين هنا بسم الله، ممكن نشوف كده على الماكس، اي ثينك ممكن يكون اللوجو موجود هنا، هو مش باين قوي بس اي ثينك انه ممكن وعليك يا هندسه الله يخليك تسلمي، مش عارف اقول له اللوجو تايه مني بس هجيبه يعني ما تقلقوش، هجيبه يعني تمام. ممكن اخده من اي مشروع لو اللوجو موجود هنا، مش باين ما علينا، المهم في الاخر خالص باخد اللوجو كبي من اي مشروع تاني واحطه مثلا زي مثلا في الحته دي كده تمام، اعتقد ما فيش حد يجي يقطع الجزء ده كده يعني، هيبقى صعب شويه القطع بتاعه، او ممكن احطه مثلا، يعني دايما بحط اللوجو في مكان
انا بس كان عايز اوريكم تحطوه ازاي يعني، او اتحط كده، اتحط في مكان ما ينفعش يتقص، تمام يعني، بحطه في مكان برضو ما يغطيش على الشغل بتاعي، تمام يعني ما اجيش احطه لي في النص هنا كده، تمام يعني ما تحطش في النص كده في كده يعني. مثلا ايه ممكن اشوف لك مثلا ايه، انا والله بس ادور عليه، او اي بروجكت اجيبه من البروجكتس اللي عندي بوست برودكشن. اي ثينك ان انا كان عندي، طب ده ايه ده، انا كنت عامل لوجو، لا ده باك جراوند، لا انا عندي مش علامه مائيه، ممكن تعمل علامه مائيه، لكن اي ثينك ان هو لو حطينا اللوجو بتاعك بيبقى افضل من الووتر مارك يعني، اي ثينك ان هو بيبقى افضل. ده في تقديري يعني، طبعا انت حر طبعا في شغلك او تعاملاتك انت ايه ادرى بيها، تمام. طب ممكن يكون في عندنا، كان في بروجكت هنا تقريبا كنا شغال فيه، ممكن نلاقي فيه الجزء ده او اللوجو بتاعنا هنا، في اللوجو موجود ولا لا؟ طب ممكن نفتح اي واحد من دول كده نشوف يمكن نلاقي فيه اللوجو. لا مش موجود برضه، هو فعلا مش مهندسة إيمان فعلا انت بعاني، ففعلا هو كان فايل لوحده فعلا اللوجو، بس مش عارف هو تاه مني فين بصراحة يعني. هو بروجكت انا عامله قبل كده ممكن يكون موجود فيه اللوجو خلاص، فانا ممكن اعتقد ان ممكن يكون عندي فايل ده، ممكن اخده منه هنا وخلاص، اوكي من اي فايل قديم. تسلمي يا هندسه، الله يبارك لك يا رب، تسلمي. او فعلا اه يعني فعلا هو اللوجو كان عندي فعلا في فايل لوحده عشان اقدر اشتغل بيه بدل ما اخده كابي من مشروع والكلام ده كله، فانا فعلا كنت عامله لوحده فعلا. اعتقد هنا برضو مش موجود اللوجو، ايه ده في ايه؟ اي ثينك ان اللوجو المفروض ان هو كان موجود جوه المشروع ده. طيب نشوف فين بقيه ملفاته. طب هو ده البوست بتاعنا، ممكن يكون في الفايل ده، برضو لا في حاجة غلط بقى يعني كده، أكيد اللي عندي هنا اللوجو موجود يعني، ولا ده حاجة تانية؟ طب فين الفايل أو الفاينل بتاع الفايل ده، فين؟ غريبة جدا، لا هنا ولا هنا، لا هنا ولا هنا. طيب والله بص انا مش عارف يعني، انا ايه مش عايز اضيع وقت كتير في ان انا اقعد ادور عليه، انا بنزل اللوجو هبعته لكم باللوجو مش مشكله، بس انا زي ما قلت لك ان انت لما تحط اللوجو بتاعك حطه في مكان ما يقدرش حد يشيله او يعدل عليه، وفي نفس الوقت ما تغطيش بيه على شغلك يعني، دايما يكون ميسنج. ايه ماشي اوكي حاضر شكرا كنسل اوكي. هو عادي زي التكست عادي يعني، هو ما فيهوش مشكلة، هو زي التكست عادي بيبقى لير عادية جدا وبيه بيتحط كده. والله هو أنا مسميه لوجو أساسا يعني، أنا عملت سيرش كده هسميه لوجو، هو أنا مسميه لوجو أساسا ماي لوجو فورس، أهو أهو هو ده أهو، شوف سبحان الله يعني هي جت كده أهو، فين هو؟ اهو ادي اللوجو تمام ماشي، ده الباك جراوند عشان يبقى باين كده، ادي اللوجو بتاعي اهو، طبعا عامل الديزاين بتاعه، كل المجموعه دي لوجو اهي تمام، من هنا لهنا ده اللوجو، طبعا هو معمول كذا حاجه كذا جزء، بناخد كل الحاجات دي كلها كده دراج ودروب هنا تمام، نحطها هنا مثلا كده اوكي يس ماشي، بينزل عندك كده اهو، ببتدي بقى ايه احجمه زي ما انا عايز بالحجم اللي انا ممكن اكون محتاجه، واحطه في مكان ما يبقاش فيه اي مشكله خالص يعني، ممكن زي ما قلنا ممكن احطه في الجزء ده كده تمام مثلا كده حاجه زي كده، ممكن اكبره كده سنه عشان يبقى باين مش قوي كده يا اخي كده معقول مثلا خلاص، ممكن اخد اللوجو ده كده احطه هنا ماشي شايفين. طبعا ممكن حد يقول لي طب هو مش باين يا باشمهندس كده من هنا وكده، لا ممكن اعمل حواليه اخد بقى احط له مثلا ايه الجزء بتاع الاطار بتاعه او البرواز بتاعه خلاص، او ممكن اغير لونه ما عنديش مشكله، او لا بيفضل زي ما هو، لكن ممكن اديله خط اطار بلون مثلا اغمق او حاجه خلاص تمام. ممكن اعمل لهم ميرج يعني، ممكن الليرات دي كلها كده ممكن اعمل كليك يمين عليهم واعمل لهم ميرج. يا هندسه راح فين امر الميرج؟ بسم الله
في عندي لا دوبليكيت، لا عايز الميرج لينك لير، في عندي امر ميرج هنا كنت بعمله راح فين. تمام بسم الله شارب فيرتيكال جدا. تمام في حد لسه امبيانت اون اوكي تمام. فانا ممكن اخد كل المجموعه دي كلها واقول لهم والله اعمل لي ليهم ميرج للمجموعه دي كلها كده، او ان انا ممكن اعملهم كونفيرت تو اوبجكت سمارت اوبجكت، ممكن احوله كده زي ما انا عايز، ممكن ميرج او ممكن اعمله بالسيستم ده، او ممكن في الاخر خالص وانا بحفظه احفظه جي بي جي عادي جدا واشتغل عليه. تمام يعني ممكن اخد المجموعه دي كلها اشتغل عليها اوكي، او ان انا اسيبها زي ما هي ما عنديش مشكله. تمام لكن انا بسيبها ليه؟ لان ممكن اعدل عليها، يعني ممكن احتاج ان انا اعدل على اي حاجه، فانا سايب السورس ده مفتوح ليا بحيث حبيت اغير اضيف حاجه اعدل في اللوجو بتاعي، فتبقى دي برضو ليها حريه عندي في التعامل شويه. فانا بحط اللوجو بتاعي كده هنا تمام، ممكن اكبره شويه، انا حر بقى لان حاطه على الارض هو مش مضايقني في حاجه، فممكن اظبط اللوجو بتاعي كده يكبر شويه واوضحه في النص مثلا هنا كده عشان ايه تبقى الدنيا تمام. وممكن اللوجو ده اعمله بلندنج اوبشن للتكست اللي انا عايزه، مثلا اخد كل تكست من دول هتلاقي في عندك بلندنج اوبشن تمام. ممكن في دروب شادو، لا ممكن اخد اوتر جلو واحد من دول مثلا ادي لك ليه مثلا شكل من بره، فاقول لك مثلا في اوتر جلو، اوتر جلو ده ممكن مديله لون مثلا سي احمر زي كده او بلاك خالص تمام، واصغر الحجم بتاعه السايز يبقى الصغير تمام، والشفافيه والكلام ده كله، ده ايه حجم في السايز بتاعنا، ابتدي ايه الاوتر جلو او ادي لك اللون بتاعه زي ما احنا عندنا، ما عنديش مشكله خالص في النقطه دي. تمام كده يا باشمهندسين، اه بتحكم كده في اللون زي ما انت شايف كده، ممكن ادي له ايه التعديل بتاعه زي ما انا عايز. تمام يبقى انا كده اقدر ايه اتحكم في الجزئيه بتاعتي دي كده، او في الشغل اللي انا عامله ده اهو كده زي ما انتم شايفين كده، ده طبعا اللوجو بتاعي اللي انا عامله ومصممه لنفسي، خلاص ده اللوجو اهو ببتدي اشتغل عليه. تمام يبقى انا كده دايما باكد عليك لما تحط اللوجو بتاعك حطه في مكان واضح ما ينفعش يتقص. تمام عشان ما يجيش بعض الناس للاسف تيجي يقوم قاطع ايه اللوجو وياخد الشغل بتاعه يقول لك ده الشغل ده بتاعي انا. فانا باجي على مكان فاضي تمام وحيوي في نفس الوقت، يعني ممكن اخليه مثلا هنا في الوش كده خلاص، هنا في الجزء ده كده اخليه مثلا هنا، او اخليه مثلا في جزء زي ده كده عندي بحيث ان هو ما يقدرش يطلع، او ممكن مثلا اخد المجموعه دي كلها كده اسقطها فين؟ اسقطها مثلا على الكرسي هنا. يعني ممكن اخد الجزء ده كله كده اصغره كده فاهمني؟ خلاص؟ واخد الجزء ده كله اخليه على الكرسي هنا. ماشي؟ فهمتني كده يا باشمهندسين؟ هنا واضح هو جدا وبرده ما يقدرش هو يقصه، مش هيقدر يقص الكرسي بتاعك لو انت حابب ياخد الايه؟ اللوجو بتاعك اهو. ما تزعلش يا سيدي، ادي اللوجو بتاعك اهو. تمام؟ ما عندناش مشكله خالص في الجزئيه دي، يبقى كده ايه خلاص هو ايه اتدبس تمام، مش هيجي يقطع يقص الحته دي كده ويقول لك انا عشان اشيل لوجو، مش هيعرف يعمل الكلام ده كله. انا بقول الكلام ده كله ده انا عارف طبعا في مشاكل بتحصل وناس بتبقى زعلانه قوي يقول لي يا باشمهندس شغلي وفلان خده ومش عارف ايه. للاسف في بعض الناس بتحب تاخد شغل غيرها وتنسبه لنفسها، فطبعا دي حاجه مش ظريفه تمام، او انا بعتقد الموضوع ده لا ما ينفعش، وكل واحد طبعا ومجهوده اولى بيه. فانا ممكن احطه كده كده واضح اكتر بكتير لانه طبعا فاتح على الغامق او على الارضيه زي ما احنا كنا عاملينه من شويه، فطبعا انت حر في توزيع القصه دي. بس لما اقول لك تاني الوصيه اللي بقولها لك انك تحطها في مكان واضح وحيوي ما ينفعش ان هو يتمسح او يتقص من الصوره. تمام كده يا باشمهندسين. طيب انا خلصت الكلام ده كله، انا عايز اطلع دي بقى صوره احفظها عندي على الجهاز او ابعتها للعميل او اعمل اي حاجه، يبقى انا هاجي كده في الاخر واقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي طبعا عمل ده كده ايه سيف ده بي اس دي كده خليه في مكانه. تمام ده هيبقى البروجكت برو بروجكت تمام، واحفظه عندي هنا بالبي اس دي عادي ما عنديش مشكله، واقول لك هنا ايه سيف ده الملف الاصلي في حين حبيت تعدل عليه بحفظه بي اس دي. تمام طب انا عايز اطلعه بقى صوره للعميل، هقول له سيف از لو سمحت، ونفس الموضوع ده بس طلعه ايه جي بي جي يا باشمهندسين اللي كان بيقول لي عايز اطلعه باشمهندس شماكة بيسالني في النقطه دي. تمام فانا دلوقتي عايز كل ده يطلع في لوحه واحده او صوره واحده جي بي جي، هقول له كده سيف اوكي. فبيسالك بيقول له عايز ماكسيمم اعلى الاعدادات او اعلى الجوده، هقول له اوكي يس. تمام هبتدي يطلع لي بقى كل الكلام ده كله في لوحه واحده صوره واحده بس، اقدر اشوفها فين في الفولدر الاساسي بتاعنا بتاع المشروع. تمام راح مدي لك ليه البروجكت الفاينل، وادي البروجكت البي اس دي لو سعادتك حبيت تعدل عليه وترجع له تاني، وادي الصوره النهائيه اللي احنا طلعناها
للمشروع بتاعنا. خلاص هنبتدي نشوفها كده اهي، تظهر عندنا تحت اهي، ادي الصوره بتاعت مشروعنا يا باشمهندسين اللي نقدر نبعتها للعميل بتاعنا. تمام. وطبعا لو انت بصيت للصوره اللي طالعه من الماكس، تمام، اللي انت تعبان عليها وشقيان عليها، ادي صوره الماكس، تمام، اهي اللي احنا عاملينها، ماشي، وادي صوره الفوتوشوب اللي احنا عاملينها يا باشمهندسين، وانت تقدر تقارن ما بين الاثنين وتقدر تقول انا فعلا انهي افضل او انهي المطلوب عندي. ادي صوره الماكس وادي صوره الفوتوشوب. ها، ايه رايكم؟ انهي احسن يا باشمهندسين؟ انهي احسن من وجهه نظركم؟ شو صباح الفل، بقول الفوتوشوب عايز دعوه. تمام؟ خلاص؟ فطبعا بيفرق كتير قوي، عشان الناس اللي بتشوف شغلها على الماكس، شوف انا عملت لك ريندر على اقل الاقل من الاقل كمان، شغال على الفيري لو، يعني تمام، طلعت لك شوت ما خدش ممكن ياخد له في الريندر معاك وقت، عشان الناس اللي عندها اجهزه ضعيفه او اجهزه كده، مش لازم اكلفك ان انت تجيب جهاز تدفع لك فيه مثلا 20 30 الف جنيه، لا، انت ممكن تجيب جهاز متوسط عادي، طبعا يكون كور اي 7 يعني كويس شغال، تقدر تشتغل بيه وتقدر تحط اعدادات قليله، وبفوتوشوب بتحاول تعوض زي ما احنا عملنا كده الفروق او المشاكل اللي قابلتك في الريندر بتاعك، تقدر تطلع اعدادات كويسه وريندر كويس وفي نفس الوقت بشويه تعديلات بسيطه جدا وروتوش بسيطه قوي على الفوتوشوب، هيبقى بالنسبه لك ادي الفرق ما بين الاثنين. يبقى ده كده نتيجه مجهودنا في الدبلومه دي يا جماعه، من اول بلان 2D تمام للماكس للفوتوشوب، اعتقد الثلاثه كده بالنسبه لنا لو حطينا الثلاثه جنب بعض كفاينل كده للشغل، ناخد برضه ده كده تمام اهو، ده الماكس، ونفتح بقى كان عندنا في اعتقد في ديسكتوب كان الصوره اللي احنا كنا مطلعينها اللي كان عاملها باشمهندس ابو بكر، واحنا طلعناها واشتغلنا عليها. يبقى كده عندنا ادي حصيله الدبلومه بتاعتنا، ممكن نعمل ده روتيت بسم الله كده عشان تبقى ماشيه معانا بالظبط. تمام، ادي الحصيله بتاعتنا يا جماعه في التعب بتاعنا على مدار بقالنا قد ايه، فتره تقريبا مش قليله. يبقى ادي عندك ادي الحصيله بتاعتنا اهي، خدنا الاوتوكاد تمام وطلعنا البلان زي ما اهو، نكبره كده زوم شويه اوكي، وخدنا الماكس وبدانا نطلع النتيجه دي، وادي الفوتوشوب بدينا نطلع النتيجه دي. فادي كده الثلاثه عندنا، ادي ملخص دبلومه كامله على فتره كبيره، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيها ويكون استفدته ويكون النتيجه بتاعتنا في المحصله في الاخر حاجه كويسه. الله يخليك يا باشمهندس ايمان، اشكركم جميعا واتمنى خير ان شاء الله. ما هو الاظهار، ما هو الثلاثه هم يا باشمهندس، قصدك اظهار ايه؟ ما هو باشمهندس كده انا حاطه اهو، ده الكاد وده الماكس وده الفوتوشوب، الثلاثه جنب بعض. الله يخليك يا باشمهندسين، فعلا كنت سعيد جدا معاكم، وان شاء الله باذن الله هحاول ارتب مع الباشمهندس صديقي العزيز باشمهندس عمر وفريق العمل اللي معاه، تمام، ان شاء الله هنحاول نلتقي في حاجات تانية ان شاء الله، تمام، باذن الله، ويمكن ربنا يكرم كده، بحاول يعني افكر معاه كده ان احنا نعمل حاجه تانية كويسه، ربنا يكرم. على العموم لو احتجتوا اي حاجه الجروب معاكم، تمام، ان شاء الله باذن الله ممكن نخش بعد كده في حاجات تانية، ربنا يكرم، هحاول ارتب معاه حسب مواعيده والسكادول، ممكن نخش في 3 دي كاد، ممكن نخش في ريفيت، ممكن نشتغل في حاجات تانية كتير ان شاء الله، تمام. النقطة الثانية إن شاء الله ممكن يكون لينا كيان منفصل إن شاء الله بإذن الله، ربنا يكرم، بنخطط له، هيبقى حاجة برضو كويسة قوي، عايزين إن شاء الله يكون في متابعة في أي وقت تحت أمركم، في أي وقت أي حد عايز أي حاجة، معاكم جروب الفيسبوك، معاكم جروب الواتساب، تمام. لو حصل حاجة بقى في موضوع الواتساب والكلام ده كله تقدروا توصلوا عن طريق الفيسبوك، أو إن لو عملنا حاجة تانية بقى سيجنال أو وات ايفر بقى، أيا كان الأبلكيشن التاني اللي إحنا ممكن نستخدمه، لكن ان شاء الله اكيد هتلاقوني على الفيسبوك باذن الله في الجروب، هتتابعوني باستمرار باذن الرحمن. اشكركم جدا واشوفكم على خير باذن الله في كورسات ثانيه على خير باذن الله. شكرا ليكم، الله يعزك يا استاذ، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.